طيب، يعطيكم العافية يا جماعة. بس قبل ما نبدأ احكوا لنا كل شيء وصلكم تمام صوتا وصورة. تمام، إذا حسين الصوت مش تمام أو شيء احكوا لي عشان عندي مايك ثاني. تمام، هلا هو المفروض نبلش على الستة، ضايل في بتين، فخلينا نحط سلايدز نشرحهم في الأول. وأنا بشكل عام بحبش سلايدز، بس بدي أبلش في إشي بسيط كثير في سلايدز، بعدين أنتقل للأشياء اللي بدها شغل. طيب معناها خلينا نبدأ، وبعدين الناس اللي بتتأخر شوي بتلحقنا. هلا كل شيء مسجل، فمفروض بنقدر نشارك لاحقا الفيديو مع الناس، بس ممكن بعد فترة زمنية معينة. من بعد ببعث لكم كل شيء بي دي اف، ما تخافوش، بس قصدي بعد فترة زمنية معينة ممكن البث يقطع لفترة، يعني لأنه هو في الزوم مدة 40 دقيقة فري، بعدين ممكن يقطع علينا. فإذا قطع علينا تابعوا الفيسبوك، بس إذا قطع علينا نفس اللينك كمان سووا له ريفرش بعد نص دقيقة، بتلاقوا حالكم رجعتوا على اللايف. تمام، فعلى أساس تكونوا عارفين. أستاذ، بدك بعطيك برنامج بتسجل فيه الشاشة، بوقفش عادي يعني، بدل ما تضلك تعمل، لأنه هلا إذا بوقف الزوم إذا بدك تبلش تعمل ريكورد تاني بيصير بده يعمل لسه سيف للريكورد اللي عملته قبل شوي. يعني مثلا إحنا كنا نحضر بمحاضرة بتتأخر، وخلص وقت الزوم، فبدك بده يقعد يعمل سيف للريكورد عشان بعدها تقدر تعمل كمان واحدة. اوكي، فخذ برنامج اعمل فيه للشاشة كلها وخلص. انا عندي برنامج اسمه كامتازيا بستخدمه هلا، بس على اساس نش ناخر الناس. مش مشكلة، خلص مبدئيا خلينا نبدأ على أساس إن ما يقطعش البث، وإذا قطع بنشوف شو بنعمل. وقتها بنعتبر إن أخذنا بريك 5 دقائق أو 10 دقائق، مش قصة. طيب يا جماعة، هلا بداية لحدا ما بيعرفنيش، ممكن معظمكم ما بتعرفوني، أنا أحمد دار خليل، مساعد في إدارة هندسة الكمبيوتر من 3 سنين، يعني هاي سنتي الثالثة والأخيرة كمساعد في هندسة الكمبيوتر، فغالبا معظم الناس مش راح تشوفني في الجامعة. من وانا سنة ثانية او ثالثة كنت بساوي فيديوز تعليمية، يعني ممكن شفتوا لي اشي من قبل، والاكيد انكم بتشوفوا لي اشي لاحقا، خاصة الناس اللي هندسة كمبيوتر هندسة كهرباء، اكيد راح تشوفوا لي اشياء على المواد اللي سنة ثانية وثالثة ورابعة يعني. فبديش كثير احكي، بقدر ما اننا نقدر نبلش ونحكي شوي هيك انترودكشن عن الموضوع، وبعدين نفوت في الاكزامبلز. بداية عشان اطمنكم، ما بفترض بتاتا انه الحد بيعرف من قبل الجوريثمز، فبالتالي بنبلش وكانه ولا بتعرفوا شيء، وبعدين مع الوقت بنمشي بحيث اننا نقدر كلنا نمشي مع بعض. تقدر تصلي هالكيت عادي في وقت، بس انا بعد اعطي انتروداكشن في الاول، فاول 5 دقائق يعني مش راح يكونوا. طيب، ومن مره بنعمل ريكوردينج عشان ما تاكلها من تعطيلات البداية. في حد بده يحكي؟ إذا في حد بده يحكي بيقدر يحكي. كم ما نبلش؟ أو حد شكله فاتح المايك عنده. هلا راح يتسجل،
بس ان شاء الله ما يسكرش الزوم علينا. اذا سكر ناخذ شويه وقت استراحه ونرد نرجع، بس تابعوا اهم شيء على الجروب الفيسبوك. لو اخذنا استراحه 5 دقائق او 10 دقائق نرجع على الفيسبوك. طيب هيك مفروض المعظم اجى يعني. اذا في حد المايك عنده مفتوح بيقدر يسكر او انا بسكر على الجميع. كنت بقدر اساوي ريكوردينج انا من عندي على البي سي، بس راح يبطئ البث، فانا بديش يضيع وقتنا على شيء من اشياء. طيب يا جماعه فهلا نبلش. اذا حد عنده المايك مفتوح بقدر يسكره او بسكر على الجميع ونبلش مره واحده. ميوت اول. اوكي طيب هلا بدنا نبدا ونمشي تقريبا نص ساعه وهيك. اذا قطع البث بناخذ 5 دقائق استراحه ونرد نرجع. الاو بي اس عندي بس انا بستخدم الاو بي اس في العاده، بس باخذ من السي بي يو فبصير شوي بطيء البث. في حد ثاني عنده مشكله بالصوت؟ في حد ثاني عنده مشكله؟ اذا في تقطيع كثير بقدر احاول اشتغل على 4G. كم منبلش؟ اللي صوت عنده واضح يحكي لي. تمام، هو ممكن قطع شوي وانا اشغل البرامج الثانيه مش اكثر. طيب تمام خلاص معناها خلينا نبلش. اذا حسينا الوضع كثير كثير سيء بنقدر ننقل على شيء ثاني على الفور جي، بس بتوقعش ان الفور جي احسن حتى من الايثرنت. طيب يا جماعه هلا بدايه انا زي ما قلت لكم بعتبر ان الحد بيعرف شيء في الالجوريثمز، ومننا ناخذ هيك انترودكشن سريع عن الالجوريثمز وبعدين بنروح بنشوف الاشياء المعقده. فبدنا نشرح شوي على البورد بعدين بنروح على البورد. طيب بداية موضوع الالجوريثمز ممكن بتقاطع بين الهندسة والكمبيوتر ساينس وكل التخصصات تقريبا. فكرة الالجوريثمز فكرة واحدة انه ما قبل ما تبلشوا سي، هلا الكورس راح تلاقوه اول شيء نمبرينج سيستم يعني شيء بسيط، بعدين الالجوريثمز، بعدين بتبلشوا في السي بروجرامينج. هلا شو فكرة الالجوريثمز؟ او في كثير ناس وانا كنت منهم لما اخذت الكورس زمان كانت مشكلتي انه طب ليش يعني ليش انا اروح اخذ الجوريثمز ما دامني انا بدي اتعلم برمجه، او ما بدامني بدي لاحقا اصير اكتب كود، يعني ليش اتعلم الجوريثمز؟ لانه عاده الالجوريثمز مش كثير واضحه، يعني دائما بحس انه كل فصل مش كثير واضحه على الطلاب، بعكس السي لما تبلشوا في السي بتبلش الامور تصير اوضح شوي. هلا بس فكره الالجوريثمز بشكل عام انه هاي بتخليكم تعرفوا كيف تفكروا بالبرمجه، يعني بعدين يوم تروح على السي اذا بتكونوا فاهمين الجوريثمز، وهي جربتها كثير مع ناس، يعني اذا فاهمين الجوريثمز هون منيح فعليا السي بالنسبه لكم بس شويه تدريب على كيف تكتب مش اكثر. بجوز انتم بلشتوا في السي وبلشتوا تشوفوا. اذا كان في مشاكل هون في الالجوريثمز، هاي المشاكل بتتراكم دائما في السي، فبتصيروا تحسوا السي اصعب واصعب واصعب، كل ما تاخذوا توبك جديد بتحسوا الامور تعقدت وبطلت مفهومه. فعشان هاي المشكله بحس ان الالجوريثم صح موقعها. كنت زمان انا ضد انها تكون في الالجوريثم في الاول، كنت مع انه نتعلم برمجه مباشره، لكن صرت مع انها تنحط في الاول لانه بتعلمكم كيف شوي تفكروا بطريقه البرمجه، لانه التفكير العادي مش زي تفكير البرمجه. مع سنين بتعودوا على تفكير البرمجه، لكن اولها شوي بده الواحد يتدرب. المحاضره مسجله بس ان شاء الله بتضلنا ماشيين، يعني ما بصيرش مشكله في الزوم بوقف، لانه عاده بعد ربع 40 دقيقه بوقف، فاحنا مسجلينها. لو وقف بناخذ بريك شوي ونرجع. تابعوا على الفيسبوك. طيب فهي فكره الالجوريثمز، بتدرب كيف افكر بالبرمجه، بتدرب كيف مشكله عمليه احولها لطريقه زي خطوات منطقيه سلسلها مع بعض وبالاخر اطلع في الحل. تمام
هلا بداية عشان تعرفوا كيف تتعامل مع الالغوريثمز، يعني تخيل هون الالغوريثم، لازم تتعرفوا كيف ممكن يكون عندي input وكيف لازم اطلع output وكيف ممكن احط processing جوا، كيف اشتغل جوا هذا البوكس. تمام؟ فعشان تعرفوا الانبوت في عندكم اكثر من شغله بحيث انها تكون as input من اليوزر. شو يعني input؟ شو في امثله على الانبوت؟ مثلا لو انا عندي طلاب ممكن يكون مثلا النيم تاع الطالب، ممكن يكون مثلا البرايس تاع المنتج اذا عندي منتجات، في عندي كثير شغلات، اي شيء ممكن يدخله اليوزر فهو انبوت. فكيف ممكن ادخل انبوت على الالجوريثم؟ هلا راح تلاحظوا ان دائما فيش خطوات واضحه، فيش غيرها يعني. فممكن تلاقوا حتى استاذين او ثلاث كل واحد بيشرح بطريقه، كلهم صح لكن شويه المسميات بتختلف. فعشان هيك لو حسيتوا في شيء من اللي بشرحه انحكى بطريقه شويه يعني في شويه اختلاف بسيط، عادي امشوا مع اي واحد من اثنين بيكون صح. بعكس السي طبعا، السي لا، لما تبلشوا برمجه فيش غير لغه واحده فالجميع لازم يمشي عليها. طيب هلا كيف ممكن اسوي انبوت على البرنامج داعي؟ في اكثر من كلمه ممكن تستخدموها، انا بحب كلمه ريد، في ناس بتستخدم كلمه انبوت، في ناس بتستخدم كلمه جيت، كلهم هدول بيحكوا لي انه في انبوت بدي يدخل على الالجوريثم اللي انا اصلا بدي ابنيها. تمام؟ على كل المحاضره هاي راح تكون جوا الالجوريثم، يعني جوا هذا البلوك، بس قبل ما ندخل جوا على الاقل نعرف شو كيف ممكن ادخل عليه معلومات، كيف ممكن اطلع منها. هلا الاوتبوت هون اذا بدي اطبع شيء لليوزر، يعني تخيلوا برنامج عندكم، تخيلوا هيك انتم فاتحين برنامج، فالشيء اللي بده يطلع لك كيوزر لازم اعبر عنه بكلمه بحيث ان احكي انه هذا الشيء يطلع لليوزر. فاما بحط كلمه print او بحط كلمه display او في اشياء ثانيه، لكن هذول اكثر الثنتين مستخدمات. فكيف ادخل الداتا؟ هي عرفنا كيف، في طريقتين او ثلاث طرق كيف اني اطلع داتا لليوزر، هاي في طريقتين او ثلاث. تمام؟ هلا باقي الليكتشر راح نحكي في جوا هذا الالجوريثم. فشو ممكن شغلات تكون في الالجوريثم؟ ممكن شغلات تكون مثلا كالكوليشن، انا بدي احسب شويه عمليات رياضيه، فعشان اساوي عمليات رياضيه هيك طويله تكون مثلا زي جذر التربيع الى اكس بلس 5 واي بلس 7 مثلا شيء زي هيك، او كثير مثلا اضرب في 2 واجمع 7 وهيك، فهاي بقدر استخدم كلمتين، بقدر استخدم كلمه كالكوليت او كومبيوت، ثنتين صح. هاي لشو تستخدم؟ لما عندي مثلا انا قرات اكس از انبوت وبدي مثلا احط 2 اكس زائد 1، فبحط كومبيوت مثلا واي بتساوي 2 اكس زائد 1. تمام؟ فهيك يعني زي شوي اذا بدي اساوي شويه عمليات رياضيه. طيب شو ممكن كمان شغلات في جوا الالجوريثم هاي؟ ممكن مثلا بدنا نحط مثلا فاليو لمتغير، فبقدر استخدم كلمه set او let. هاي عاده نعطي فاليو او initial value بالذات، هلا بشرح لكم معناها اول ما نبدا الشغل. فاذا بدي مثلا احط x بتساوي 7 مباشرة ما اقرأهاش من اليوزر، بحط set x equal 7. تمام؟ فهي كيف اني اعطي value لمتغير مش اكثر. طيب لو بدي اعرف متغير انه في متغير عندي اسمه x بس بدون value، بدون ما اعطيه قيمة مباشرة في هاي اللحظة، فبقدر استخدم keyword اسمها define، تقدر تستخدمها وبتقدر لا، هاي optional. تمام؟ طب شو يعني variable؟ شو يعني كلمة variable؟ ممكن مرت معكم في البرمجة. الفاريبل هو اسم راح يحتوي جواه فاليو، يعني مثلا مثال على الفاليو مثلا جريد، هاي راح تصير تشيل مثلا علامه 90، فهي راح تصير تشيل قيمه، هاي القيمه خزنتها باسم عشان ارجع لها بسهوله مش اكثر يعني. فممكن تكون مثلا نيم واحط فيها اسم ستودنت، فهاي الجريد اسمها فاريبل والنيم اسمها فاريبل، انه متغير ممكن تتغير قيمته حتى في جوا البرنامج، ممكن هاي الجريد لطالب ثاني تصير 70، فهي نفسها ممكن تتغير قيمتها فبسموها variable. تمام؟ فهاي اهم الشغلات اللي ممكن تشوفوها جوا الالجوريثم، بلس كل شيء ممكن تشوفوها هلا في سلايد، يعني في الاشياء اللي بنعرضها امثله كامله. تمام؟ طيب
طيب هلا بدايه هيك النظره العامه على الالجوريثمز، حدا في عنده مشكله في المفهوم اصلا ليش نتعلم الالجوريثمز؟ اذا في حدا عنده اي استفسار بقدر يسالني. طيب تمام، ممكن هاي الشغلات بديهيه بالنسبه لكم، فبالتالي هلا بنبدا في الاشياء اللي بدها شغل. بدي اعمل كمان الاشياء اللي بنكتبهم كل واحدة في سلايد، بحيث ان في الاخر نسوي اكسبورت لكل سلايد واعطيكم اياهم. كيف تترجم السؤال؟ هلا بدنا نيجي تقريبا على 7 أو 8 اسئله. انا مش من النوع اللي بحب اشرح عن طريق مفاهيم قدر ما بحب احط دائما اكزامبلز، فراح نشوف 7-8 اكزامبلز كلهم فيهم حكي، فكل سؤال نحاول نترجم مع بعض. تمام، حتى في اسئله بدي اعطيكم وقت تفكروا فيهم بعدين بنرجع نحلهم مع بعض، يعني مش مستعجلين. طيب في حد كمان بيسأل؟ مش فاهم قسام، مش فاهم بالضبط شو قصدك. هلا هو هاي الالجوريثم عاده مش على كمبيوتر، الالجوريثم دائما هي خطه، فانا كيف بدي اخطط بحيث اني احل السؤال، لكن تيجي في الامتحان اكيد. يعني بسألوكم في الامتحان هلا بفرجيكم كيف نوعية أسئلة الامتحانات يعني. طيب هلا بس بدي احط لكم examples، يعني هلا من هلا لاخر الاشي بدي احط لكم example نفكر فيه مع بعض ونحله. تمام، فبدي احط example as text ممكن اوضح لكم شوي. المتغير هو الفاريبل بالضبط، الفاريبل هو اسم بتتغير قيمته في اثناء البرنامج، بدي احفظ فيه اشي معين واغير قيمته اثناء البرنامج. طيب هلا راح نبلش بشيء كثير بسيط لكن بتوقع هيكون مفيد لاحقا يعني. طيب هاي مثلا شيء زي هيك، منا مثلا اول سؤال بسيط كثير انه كيف ممكن اني احسب، هيك السؤال بحكي لي write an algorithm to find the area of rectangle. تمام، هلا هاي ممكن شفتوه من اول الاكزامبلز اللي شفتوه موضوع الالجوريثم، لكن زي ما حكيت لكم لو افترض انه تعرفوش شيء، وهلا في الاخر للحدا اللي فاهم هاي الاشياء راح نيجي للاشياء اللي بدها شوية شغل. طيب سؤال زي هيك، اول شيء لازم تعرفوا انه بده الجوريثم، ممكن يكون لكم سي بروجرام، فاذا طلب سي بروجرام بزبط تشتغلوا على كل هاي المحاضره، لازم تشتغلوا على شيء بتتعلموه لاحقا في الكورس، لكن موضوع الالجوريثم بالذات لازم يكتب لكم رايت ان الجوريثم. إذا في كثير ناس عندهم تقطيع صوت احكوا لي، بنجرب شيء ثاني مش عارف راح يطلع أحسن ولا أسوأ. بس ممكن هيك قطع شوي بس. تمام. أو مش راح يكون كثير كثير كلين بقدر ما إن تمام. إلا تلاقوا شوية هيك ديلي يعني بطيء شوي بعدين برد برجع يسرع عادي. مهم تفهموا الفكرة عامة، مش مشكلة. طيب هلأ في هذا السؤال أول إشي لازم تخططوا كيف لازم تكون الألجوريثم، تخططوا للحل تاعكم. ما بزبط أنا شخصيا يعني بكون حل السؤال 30 مرة من قبل، مستحيل تكتبوا لي سؤال زي هيك ومباشرة أكتب الخطوات. ممكن هذا السؤال كتير سهل بس يعني الأسئلة اللي بدها شغل مستحيل أكتب خطوات كاملة، عشان هيك مش راح يفيدكم انكم تشوفوا اسئله وحلهم. انا مسؤوليتي مش راح يفيدكم تشوفوا سؤال وحل سؤال وحل، مش راح تاخذ افكار. الافكار بتيجوا لما تحاولوا تفكروا في السؤال من الصفر، ومرات بتكتبوا بتردوا بتشطبوا بتردوا بتكتبوا بتردوا بتشطبوا على اساس بتتعلم يعني بتتعلموا اثناء السؤال، فبالتالي بتطلعوا في النهايه في الحل النهائي. فايش زي هيك ببساطه بحاول افكر في الحل. الحل انه في عندي ريكتانجل مستطيل، وبدنا نحسب الاريا، بدنا نحسب المساحه. فاول شيء بنرسم الريكتانجل، كيف بدي احسب المساحه؟ هذا هو اللي بهمني في البرمجه او في الالجوريثم، بهمني القوانين ما بهمني اشي ثاني. فبالتالي انا عندي مثلا لينك وعندي ويد مثلا، وبدي احسب الاريا هاي، فالاريا انا بعرف انها شو بتساوي ال بدبليو لينك بالويد. تمام، هلا في كثير ناس بكونوا عارفين هاي الخطوات بس مش عارفين يحولوها على شكل الحكي،
على الالجوريثمز هم لما يصلحوا لكم بحبوا يشوفوا حكي كثير، بحبوش يشوفوا رموز حتى. فعشان نتفق على شيء نضل ماشيين على للنهايه، وفي الاخر بنخليه هيك شيء مفهوم، نصير ستاندرد بالنسبه لنا. اذا بدكم تقراوا اي متغير زي هيك، هذول متغيرين صح، لانه ما اعطاني انه اللينك تاعها 5 والويث تاعها 7، اعطاني شيء وممكن يكون متغير، ممكن يكون اي فاليو، فهذا تعريف المتغير، ممكن يكون اي قيمه. فعشان اقرا قيمه هاي وهاي لازم في الاول دائما بسال اليوزر، بسال المستخدم. يعني تخيل انتم مستخدمين على الكمبيوتر، البرنامج بيسالكم اعطوني اللينك واعطوني الويث، فبالتالي لازم تحطوا هاي قبل ما تقراوا اي شيء. ask user او the user to enter length مثلا. تمام. هلا الشيء اللي بعدها مباشره تيجوا بتحاولوا تقراوا قيمه اللينك، فبالتالي لازم عشان تقراوا بس ثواني هلا بدي اكمل هاي read اللينك، طبعا اوف ذا ريكتانجل تقدروا تكملوها، and save it as l. تمام. فدائما الشيء اللي ثابت عشان تكونوا يعني متصورين كيف، دائما بحط ask user to enter وبحط المتغير اللي بدي اياه، بعدين بحط read والمتغير اللي بدي اياه، وهي ثابته and save it واحفظه ك، وبتحطوا اسم المتغير اللي راح ينحفظ فيه. فهذا الرمز ال راح يصير يعبر عن اللينك في طول البرنامج، فمن هون لنهايه البرنامج اي شيء له علاقه باللينك تحطوا ال، ما تحطوش لينك. تمام. الا اذا حطيتوا هاي اسمها لينك. هلا انا عشان هيك حطيت البول في الناس اللي بتسال، كان الماكسيمم 100 بس كان البول فيها 85 او 83، ف ما توقعتش انه في حد اكثر من هيك. فمش عارف نقدر ما نعطيهم التسجيل او بيستنوا لحد ما حد الناس يقطع عنده او يروح، يعني فيش غير هيك للاسف. كان ممكن ندور على بدائل بس ما كنتش اتوقع صراحه لان اللي سجلوا 83 و85. طيب فهلا هاي متفقين عليها، دائما اي شيء بدنا نقراه بدنا نحط ask the user to enter بنحط هاي، وبعدين بنحط read الشيء اللي بده يقراه اليوزر. تمام. بالنسبه للتقسيم بتوقعش هلا في يعني في مجال، مش مشكله بنكمل وبعدين بنعطيهم التسجيل او بنعمل كمان سيشن في لاحقا في حاله ان الناس كثير بفيد هالشيء. طيب بحكي لنا في حد انه اذا بتعمل زوم باستخدام الايديو، في حد جربها وحكى لي لا، بعرفش بس في حد جربها وحكى لي لا. في لمت بنجربها بحاله قطعت، بحاله قطعت دائما ارجعوا للفيسبوك برد بنشر لكم منشور خمس دقائق بنرجع على اللايف، مش مشكله ما تقلقوش يعني من هاي الناحيه. طيب هلا الخطوه الثانيه بدي اقرا الود، هاي احنا بطيئين شوي بس يعني هلا بنمشي بسرعه. بنقرا الود، فدائما برد بكرر هاي ask the user to enter الويدث، ذا ويدث. تمام. وبعدين الجمله الثانيه دائما بقرا الويدث وبخزنه في حرف متغير، يعني فبنحط read the width and save it as w وهي l. تمام. هلا في ناس كثير بتضطرش تحط هاي، بس مرات لما يصلحوا بيجوا بيحكوا لك ليش مش سائل اليوزر، فاذا مش حاط هاي الجمله بخصم عليك شوي، واذا مش حاط هاي الجمله بخصم عليك شوي. فعلى اساس انه في شيء يعني بديش اي جهد او تفكير، فحرام تخسروا عليه شيء، فدائما حطوا هاي ask the user to enter الفاريبل بعدين اقراوا الفاريبل. اذا قطع معنا البث بنروح بنشوف شيء ثاني، ما تقلقوش يعني. كل مره باسل كل مره لازم تروح تسأل اليوزر بعدين تقرأ في كل سؤال نفس الإشي، هذول يعني هذول ثابتين تقريبا. طيب هلا قرأت، هلا تخيلوا هاي الالجوريثم داخل عليها شو اللينث والويد، وهي الالجوريثم اللي انا بدي اصممها، وفي الاخر راح تطلع اوتبوت لليوزر. شو الاوتبوت؟ هذا لازم يطبع الاريا، وبالتالي هاي الاريا. تمام. فلازم في الاخر يطبع برنت او ديسبلاي الاريا، وهي دخلت هاي وهاي. هلا ظل اصمم الالجوريثم، في هاي الحاله الالجوريثم كثير بسيطه، فبالتالي فيش داعي اني يعني افكر في الالجوريثم كثير، بس بقدر احط هيك multiply
W by L and save it as area مثلا. هاي شو معناها؟ معناها اضرب W اللي هي تال width اللي هي صارت عبر عن width بL اللي صارت عبر عن length and save it as area. فأريا هاي برضو variable, هاي variable فرح تصير تخزن فيها قيمة المساحة. تمام؟ طب ليش ما نحطش هيك area بتساوي W ضرب L؟ هاي عادة مش كثير محبذة في الالجوريثم. دائما أي شيء فيه رموز حاولوا لكتابة إلا إذا كان الإشي كثير كبير زي هيك مثلا W ضرب L ناقص 2 ضرب 7 مثلا B. إشي زي هيك كثير كبير صعب نكتب كتابة. فزي ما حكيت لكم بنحط كومبيوت وبنحط هذا الإكسبريشن. بنحط أريا بتساوي بنحط كل هذا الإشي. تمام؟ فلكن الأشياء البسيطة الضرب والجمع وهيك لازم تحطوهم بهاي الشكل multiply add subtract وهيك. تمام؟ طيب هلا هاي هي الالجوريثم تاعتي. يعني هاي الانبوت, هاي الالجوريثم, وبعدين الاوتبوت. فبنحط ديسبلاي او برنت او برنت نفس الشيء او برنت, وبنحط شو الشيء اللي بدنا نطبعه الاريا. او بتحطوا طريقه ثانيه بين اقواس, طريقه ثانيه يعني هاي تحطوا مثلا برنت هيك بين كوتيشنز اريا از, وبنحط هيك وبنحط اريا هيك, معناها انه وكانه انطبع على اليوزر area is وقيمه الاريا. فاذا كانوا مثلا length والwidth 7 و2 فبنطبع the area is 14. تمام؟ طيب هلا بدنا نشوف اذا حد مش فاهم شيء او عنده تعليق على هاي الشيء عشان نجاوبه هون. دكتور بس اغلبك هذا لو انا لو بدي احكي انه let x بيساوي الwidth او let الwidth بيساوي x, بعدين احكي let length بيساوي y, بعدين احكي ask the user to enter x and y, وبعدين احكي read x and y, وبعدها calculate, وبعدها print وستوب. صح تماما. عشان هيك حكيت صح تماما. عشان هيك حكيت لكم في ناس بيحكوا كمان define. عشان هيك حكيت لكم ممكن تكتبوا في خمس او ست طرق, والخمس او ست طرق صح يعني مش ما حد مش غلط يعني ما دام الالجوريثم هاي هي الاساس, ما دام هاي صح خلاص. هلا بجيكم الاشياء وقت الامتحانات, ما تخافوش بجيب لكم شيء بده تفكير يعني متفكروا بنفكر مع بعض وبناخذ وقت ونرد نرجع ما تخافوش يعني. بالنسبه للكتاب انا مش كثير خطي واضح, مش مشكله بحاول اوضح خطي شوي. في ناس تحكي كمان اكتب define فوق كون, هاي اوبشنال تقدروا تكتبوها اذا انشرح لكم انكم تكتبوها يعني, بس عشان اذا استاذكم شرح لكم عادي اكتبوا define ونشوف شو المتغيرات كلهم يعني L و W وهاي. فبتحطوا مثلا L فاصلة W فاصلة area في الأول خلص هيك, أو define L السطر اللي تحته define W define area. لكن مش ضرورية تماما, وستارت مش ضرورية تماما, لا مش ضرورية ما تبلكوش يعني. start و end للبرنامج كله مش ضرورية, تقدر تحطه بس start و end عادي, بس انه مش ضرورية كتير. وهي الزوم اعطونا مكافاه ان بدهم يشيلوا ال 40 دقيقه ليمت, فهالكيم ناخذ راحتنا معنا. فبس بدي احكي لكم شغله قبل ما نكمل, راح تلاحظوا انه في شغلات انشرحت لكم زي ما بتعلموا انتم بطريقه شويه مختلفه, يعني زي نحط الديفاين في الاول او لا, زي نحط ستارت واند او لا. انا بحكي لكم هاي الشغلات التفاصيل اللي ازاي بدي احطوها, يعني اذا شرحت لكم انه لازم تحطوا ستارت تحطوها مش خسران ايش. لكن هدف من هاي الليكتشر هلا راح تشوفوا لقدام شوي انه تفكروا في الالجوريثم, يعني هاي راح تكون الالجوريثم هاي هي الفكره فيها. هلا هون فيش فكره في هاي, لاحقا راح تحسوا انه في فكره, بس تنرجع الجامعه بحليكم على الليمت. الالجوريثم دائما انتبهوا انه الالجوريثم مش زي السي, مش فيش صح مطلق وغلط مطلق, في اشياء ممكن تزفوها ممكن لا اوبشنال يعني اشياء اختياريه. تمام؟ طيب هلا بتوضح الامور مع اكزامبل ثانيه ما تقلقوش, يعني الناس اللي لا حد هلا في حاسين في اشياء ناقصه وزياده هلا بتبين معكم لما نحل مثالين او ثلاث او اربعه تبلش الافكار تتكرر, فبالتالي بتبلشوا تحسوا انه الشيء بسيط بالنسبه. فبطمنكم يعني لحد الان انا بتوقع انه الواحد لسه ما دخلش في المود.
طيب هاي كمان اكزامبل. هلا بنحاول نوضح خطنا هون. المحاضره مسجله اطمنوا، فان شاء الله يعني وقتها خلص الامور ماشيه. طيب هلا بتاكد لك بس انها مسجله. مسجله تمام. طيب يا جماعه هلا الاكزامبل الثاني انا بس تمام. الاكزامبل الثاني بيحكي لي انه في عندي find the sum of digits of two digit number. في عندي two digit number زي شو مثلا؟ زي 76، زي 42، اي رقم من two digits. وبدي احسب ال sum of digits. هلا هون بنبلش شوي نحكي عن algorithm. قبل ما كناش نحكي عن algorithm كلها area، كلها length width وخلص. هون بنبلش نحكي عن algorithm. راح صوت فرض لا. اوكي في مشكله عندك. تمام. فهون بنبلش نحكي بالالجوريثم. طب كيف يعني هاي؟ لا اول شيء حلل السؤال، حطوا خطوط على الاشياء اللي حاسينها مهمه. هلا فكروا كيف ممكن يعني انسوا الالجوريثم، انسوا كل الكورس، حاولوا كيف، حاولوا فكروا بخطوات منطقيه مش بالنظر او مش بالشيء الاوبفيوس، مش الشيء هيك الواضح. فكروا كيف ممكن احسب السم اوف ديجيت. طيب هلا تخيلوا هذا الرقم مثلا 72. بخطوات رياضيه كيف مثلا لا بقدر اوجد هاي الديجيت؟ بقدر اوجد هاي الديجيت لو هاي اسمها اكس، طبعا مخزنه في متغير اسمه اكس زي ما حكينا، متغير بخزن قيمه. لو حطيت اكس بالضبط لحد الاء 100%، لو حطيته اكس مد ال10 او باقي قسمه اكس على 10، هاي شو راح تصير تعطي؟ لو قسمت 72 10 بتطلع 7 والباقي 2 صح؟ فبالتالي طلعت 2. فبالتالي هيك انا قدرت اجيب المنزلة الاحاد. هلا انا صراحه اول مره في حياتي كنت اشوف الالجوريثم هاي، اني كيف اوجد هاي وكيف اوجد هاي، كانت شوي صعبه علينا يعني بتذكر حتى. بس بعد فتره لقيت هاي الشغلات بتتكرر، يعني بتتكرر ممكن معكم سنه خامسه عادي. فبتحسوا انكم بلشتوا تعرفوا لما بلشتوا تضلكم تشوفوا افكار. ف يعني اول مره بتشوفوا اي فكره ما تحسوا انه لازم تعرفوا تحلوها من اول مره. بعد شوي حلوا 10 او 15 سؤال بتحسوا كل سؤال بيجي هو بس تكرار الافكار اللي بتعرفوها مش شيء جديد. فما تقلقوا من هاي الناحيه، ضلكم شوفوا افكار جديده. طيب طب كيف ممكن اوجد السبعه هاي؟ فبدي افكر بطريقه رياضيه زي هيك، كيف باقي القسمه بدي افكر بطريقه رياضيه كيف اوجد السبعه. فبهاي الحاله بالضبط، بهاي الحاله لو حطيت اكس تقسيم 10 شو راح تصير تساوي هاي؟ في ناس بتحكوا مثلا 7.2. انا عاده لما اقسم دائما على انتجر، لما اقسم عدد صحيح بتوقع الناتج يكون عدد صحيح، ما بتوقع يكون عدد كسري. فبالتالي بما انه هذا عدد صحيح وهذا عدد صحيح بتوقع الناتج يكون عدد صحيح، فبالتالي هذا راح تكون 7 والباقي 2، بس انا بدي السبعه لحالها. تمام. فبالتالي هي عرفت هي الالجوريثم. شايفين وين الالجوريثم؟ الالجوريثم فقط هون. هلا اضافات الالجوريثم، احط ستارت او ديفاين او هاي بتضلها اشياء مش كثير كريتيكال، يعني عادي الواحد يجيب كامل بدون ما احطهم. لكن لو درسوكم انه لازم مثلا تحط ستارت في الاول، حطه عشان بس ما يجيش يعني يلومك في النهايه، يحكي لك ليش ما حطيتش ستارت، انا احكي لك فيها مش اكثر. ولا هي ما فيش اثنين بيختلفوا انه الالجوريثم مش شرط تحط فيها مثلا ستارت. تمام. تمام. بعدها كمان مره حكينا كيف نوجد الاحاد والعشرات، حكينا الاحاد اي رقم 2 ديجيتس. لو نوجد الاحاد تعونه نروح بنحط باقي قسمته على 10 فبنطلع 2. اذا بنوجد العشرات تعونه بنقسمه على 10 فبيطلع منزله العشرات. طب لو كان من ثلاث منازل، اذا بنوجد الاحاد نفسها، اذا بنوجد العشرات في طريقه ثانيه هلا بنحكي فيها او بعد هذا السؤال بنفكر فيها، واذا بنوجد مئات بنقسم على 100. تمام. بس اذا نسيت ذكروني كيف نوجد 3 ديجيتس. بس اخلص السؤال. تمام. طيب هلا كيف اوجد احل هذا السؤال؟ اول شيء بدي اتذكر انه هاي الالجوريثم تاعتي شو في عليها انبوت وشو في شو بده يطلع منها اوتبوت. دائما اتذكروا هاي الشغله عشان ما تنسوش تساوي شيء. طيب انا بدي sum of digits و 2 digit number، فبالتالي في 2 digit number بده يكون as input. هلا الاوتبوت هو مش طالب شيء واضح، بس بيحكي لي find the sum. فبالتالي هون شو لازم يكون؟ of digits. تمام.
فالانبوت هو نمبر والاوتبوت هو سم اوف ديجيتس. شو وظيفتنا احنا؟ وظيفتنا نصمم هاي الالجوريثم بحيث ان تدخلوا عليها رقم تطلع لكم مجموع الديجيتس تاعون او مجموع المنازل تاعون. تمام؟ كيف الالجوريثم هاي شفنا فكرتها قبل ما نبلش نحل، شايفين؟ فلو بلشت احل بورط يعني ببلش احل بعدين بقول طب كيف هاي كيف هاي بخربش، فبالتالي بروح على الجنب بحل بحاول اشوف كيف الالجوريثم اصلا عرفت كيف، فبالتالي هلا بدي احولها بس لمجموعة خطوات مش اكثر. خلص هيك حليت يعني، هيك بالنهايه خلصت حل الالجوريثم الرسمي، بتصفي بس شويه ترتيب. طيب اول شيء بدنا ندخل الرقم، فبالتالي ما تنسوش دائما ask the user to enter two digit number، لانه هو طالب بالذات two digit مش اي number، two digit number. هاي اول خطوه. في ناس بيرقموهم كمان، بحطوا 1 2 اللي بيريحكم يعني مش كثير مهم. وزي ما حكيت لكم لو الدكتور شرح لكم عن define لازم تحطوا define two digit define اللي هو النمبر مثلا عادي. في حد بيسألكم من بلش لو حطيت باقي القسمة عامية ناقص انت اذا بتفك اذا بها بفكر في 3 ديجيت خليها للاخر، خليها للاخر ما بنشوفها مع بعض. طيب بعدين read the number and save it as مثلا شو بدنا نسميه مثلا n. انا بدي اسميه حرف n، بقدر اسميه نمبر، بقدر اسميه نمبر زي ما بدكم يعني، الاسم انتم حرين فيه مش ملزمكم فيه. هلا عند هاي الخطوه فعليا انا قرات سالت اليوزر انه يدخل هذا الرقم، قرات الرقم، فبالتالي هاي الخطوه بتاعت الانبوت خلصت منها. بعدها بيجي كيف اصمم الالجوريثم بحيث اني اوجد شغلتين او اوجد شغله انا بدي sum of digits. تمام؟ طيب فعشان اوجد sum of digits الكيت بدي خطوتين. اول خطوه انا بس اغير لون، اول خطوه اني بدي اوجد هاي، بدي اوجد الاحاد، بعدين ثاني خطوه بدي اوجد العشرات. فهو كاني بدي متغيرين، واحد يحسب لي اخزن فيه الاحاد، واحد اخزن فيه العشرات، بعدين اجمع هذول المتغيرين وخلص. تمام؟ طيب فكيف ممكن اسويها؟ فهون باجي بحكي الخطوه اللي بعدها انه في حد يسال او شيء. لا تمام. هلا الخطوه اللي بعديها بدي احكي مثلا انفذ اول واحده من الالجوريثم اللي هي كانت باقي القسمه على 10. فبنيجي بنحكي مثلا ديفايد ان باي 10. فشو ما حطيتوا كلمات شو ما بكون احسن هون يعني، حاولوا استخدموا كلمات ما تستخدموش مش تحطوا ان تقسيم 10 مباشره، حاولوا استخدموا كلمات مرات بحسبوا عليهم شويه في التصليح. فديفايد ان باي 10 اند سيف، بديش اخزن باقي القسمه، بدي اخزن بديش اخزن الناتج، بدي اخزن باقي القسمه، بالتالي سيف ذا ريمايندر از ريمايندر از شو منا مثلا نحطه ار مثلا خلينا نسمي ريمايندر اللي هو باقي القسمه. تمام؟ فانا قسمت ان هاي الرقم على 10 وخليت الريمايندر يكون متخزن في R. تمام؟ طيب باقي الخطوه اللي بعدها بنرد بنكرر ديفايد ان باي 10. طبعا تكتبوهم كتابه ما تحطوش شحطات زي هيك في الامتحان، عاده بحبوا انه يكتبوهم كتابه. اند سيف ات از او سيف ذا ريزلت خلينا نحكي از مثلا شو بدنا نسمي الريزلت تاع القسمه مثلا دي فرضا يعني اي شيء بتقدروا تسموه. هلا هون قسمت على 10 خزنت باقي القسمه في ار، قسمت على 10 وخزنت الريزلت تاع القسمه اللي هو في هاي الحاله هاي ثاني ستيب خزنتها بدي. تمام؟ هلا ثالث ستيب اد ار اند دي and save مثلا the sum as result. تمام؟ فبتقدر تكتبه طبعا باكثر من فورمولا، بتقدر تحطه set result equal a plus b او a زي ما بدكم يعني، بتقدر تسوي اي طريقه.
طيب آخر خطوة بعد ما حسبت السم وخزنته as result save as إشي، معناها هذا الإشي راح يكون المتغير، فبالتالي في الآخر نحط print result. فبالتالي هيك أنا صممت الألغوريثم وطبعت الأوتبوت، فبالتالي هاي الأوتبوت طبعته. فبالتالي شو هي الفكرة هون؟ الفكرة هون إننا نعرف هاي الثلاث أسطر، إني لازم أقسم على 10 وخزن الناتج عشان أخذ الأحاد، لازم الريميندر عشان أخذ الأحاد، لازم أقسم 10 وأخذ الناتج عشان أحسب العشرات، وبعدين لازم أضيف العشرات والأحاد وأخزنهم متغير سميته هون ريزلت، وبعدين طبعت هذا الريزلت مش أكثر. لو حد استخدم شوية رموز، يعني إنه ما مش كل شيء كلمات كلمات كلمات، ممكن، بس يعني يحب أنكم تحولوها لكلمات، يعني في التصليح ممكن شوية تفرق عليكم. بس غالبك الريميندر مش لازم نعرفها، يعني الدكتور بيحكي لنا مثلا شو الريميندر، كيف بده يعرفها الكمبيوتر؟ بتقدر تحطها هاي مثلا، بتقدر تحط طريقه ثانيه اذا يعني احتاج، بس هي ما حد بيحتاج عليها، بس زي هيك تقدر تحط مثلا set r equal n مود 10، في شيء اسمه مود او مودولس، باقي القسمه في الانجليزي اسمه مودولس، فبتقدر تحطه هيك زي هيك انه ايش زي هيك. بس يعني رد على سؤالك، بس الالجوريثم مش مصمم على اساس تجاوب على الشيء اللي بيفهمه الكمبيوتر، الالجوريثم مصمم عشان تسوي لك اياها خطوات منطقيه، مش شرط انك تكتب بطريقه يفهمها الكمبيوتر، لانه هذا يعني الطريقه اللي يفهمها الكمبيوتر هي اصلا وظيفه السي، يعني وقت انت رايح على السي عشان تفهم ايش بيفهم الكمبيوتر، بس انت مجرد ما كتبت هيك خطوات منطقيه صح 100%. تمام، في ناس بكتبوها في الرموز، يعني مثلا بحطوا r مثلا compute r equal n mod 10 زي هيك عادي، بس يحب تحولوها كلمات، انا حولتها كلمات، الكلمات اصعب في التتبع شوي لكنها احسن في التصليح، بيحبوا يشوف كلمات. تمام، فهي بخطوات سريعة رحت فكرت في الالجوريثم كيف أوجد الأحد والعشرات، قرأت الرقم، بعدين قسمت على 10 وخدت الريميندر وخزنته بآر، قسمت على 10 وخدت الريزلت خزنته بدي، بعدين في متغير جديد اسمه ريزلت حطيته بيساوي مجموع هاي الرقمين. للناس اللي بتحب تحط ديفاين، بتحط ديفاين آر وديفاين دي وديفاين ريزلت هيك. تمام، فهيك بتكون عرفتوا كل المتغيرات اللي عندكم الانبوت والاوتبوت، ممكن منيحه يعني لو تحطوها عادي. طيب لا هلا اللي حدا اللي بيسال عن اللوب اياب، لا لسه الوايل لوب لسه بعيده، يعني احنا لحد الان مش مضطرين نحط لوب، هلا بفرجيكم لاحقا شويه بفرجيكم كيف ممكن تستخدموا اللوب. تمام، قسمت مرتين لانه مش n هي نفسها، يعني اذا حطيت divide n by 10 وسيف الريميندر في r، انا مش معناها انها n صارت n تقسيم 10، ديروا بالكم، يعني حطيت زي هيك r بتساوي هاي، مش معناها انه n تغيرت، n ما لهاش خص، n قسمتها على 10 وحطيتها في مكان، بعدين n نفسها بدون ما تنقسم، n نفسها قسمتها على 10 وخزنت الريزلت في متغير ثاني، لكن قيمه n ظلت ثابته لانه اللي بتغيرها هي المتغيرات. تمام، فانا قسمت مرتين عشان كل مره بدي احسب شيء، يعني في متغيرين لازم اعبي الفاليو بتاعته. تمام، هلا في كمان سامه بتحكي ب لا الريميندر ما بنضربه ب 10، لا لانه زي ما هيك، شوف الشيء الرياضي، الشيء الرياضي ما بيحكي لي انه اضرب الريميندر برقم يعني، فلا انا بس اخذت الريميندر مباشره طلع الفاليو. تمام، انا السؤال ذكره كمان مره sum of digits، فبس بدي احسب هاي الديجيت وحسبت هاي الديجيت وجمعتهم مع بعض طلع sum of digits في الحاله 9، هو مجموع المنازل، مش فيش بريورتي الاحد وعشرات واو، فيش اولويه لاي شيء. تمام، في حد هاي الفكره مش وصلته؟ اذا في حد شيء هيك مجهول بالنسبه له يحكي لي عادي. أستاذ بس بدي أسألك، هلا
انت قصدك الريزلت يعني انت قصدك انه ياخذ العدد الصحيح تمام. اها تمام بالضبط. يعني اذا بتقسم عدد صحيح على عدد صحيح بيطلع الناتج دائما عدد صحيح. بس احنا مثلا لما ناخذ 72 نقسمها على 10 بيطلع 7.2. انت قصدك انه بس ناخذ السبعه. بس انت عارف دائما لما تقسم عدد صحيح اللي هي 72 على عدد صحيح اخر اللي هو 10 دائما في البرمجه الناتج عدد صحيح اللي هو في هاي الحاله 7 ما بيطلع 7 فاصلة. يعني عادي نحط ذا ريزلت عادي يعني. عادي تمام. تمام. في حد كمان سأل شو الهدف من القسمة والإضافة؟ القسمة قسمتها عشان أوجد باقي القسمة، لأنه باقي القسمة بنعملش عادة ستيب واحدة زي هيك، عادة بنعمل قسمة وبعدين بأخذ باقي القسمة، بقسم على 10 وبعدين بأخذ الباقي بحطه في مكان. فهي الهدف من القسمة. الهدف من الإضافة لأنه أصلاً هو تحكى لي find the sum of digits، فبالتالي لازم أجمع الديجيتس، فبالتالي في الآخر لازم أضيفهم مع بعض عشان أوجد له اللي بدي إياه. هو ما حكى لي وجد الديجيتس وطبعهم، وحكى لي بس وجد السم اوف ديجيتس. لو حكى مثلا الديفرنس اوف ديجيتس بحط سبتراكت مثلا، مش اد. او اذا طلب لي مثلا حاصل ضرب الديجيتس بحط ملتبلاي عادي حسب شو طلب يعني. قسام بحكي صح انه عادة مش زي ما بنفكر احنا، يعني مرات بتفكرش بالضبط زي ما هو الاشي بيصير رياضيا، لكن العمليات الرياضية الاساسية لازم خلص دائما هاي بتترجم على الكمبيوتر، يعني باقي قسمة ضرب جمع جذر اشياء زي هيك، فعادي كلها هاي بتترجم على الكمبيوتر. شوفوها بوضوح بالسي، لكن يعني هاي في المرحلة تمام. المحاضرة مسجلة وبنزلها انا، بس بجوز بدها وقت، بجوز بدها للصبح مثلا تترفع، بس برفع لكم اياها عادي. تمام. هلا بحكي لكم خالد، هلا بحكي لكم كيف بيشتغل. افتح سلا او مكان جديد اشرح فيه الالجوريثم. تمام. هلا بس في السؤال اللي فات شو اللي كان هاي الالجوريثم اللي انا صممته، دخل عليه 2 ديجيت نمبر سميته ان، طلع منه طبع بس السم تمام او الريزلت كنا مسمينه تمام، عادة نسموه سم مثلا في هاي الحالة لأنه هو أصلا مجموع. هون قلت بدي هذا الرقم أقسمه لقسمين وأوجد مجموع المنازل تاعته. فهلا عشان أوجد مجموع منازل رقم لازم أول شيء أفصل المنازل كل منزل لحال بعدين بجمعهم. فكيف بدي أفصل الأحد؟ حكينا أنه بنحط N مد 10 بيطلع لي الناتج هو الأحد، لأنه مد يرس أو باقي قسمة 52 10 هي 2. وكيف أوجد العشرات؟ أحط N تقسيم 10 تمام؟ فهو أصلاً بأخذ العدد الصحيح من هاي القسمة، فبالتالي بطلع الناتج صحيح تمام؟ للحد اللي هيك بده بس للإطمئنان يحط إنه على أساس هذا الشيء، يعني مش مطمن إنه 52 تقسيم 10 تساوي 5، بيجي بحط عادي divide 52 by divide مثلاً هاي النم by 10 and save the integer part as مثلا d. عادي تقدر تحطوا save the integer part، تقدر تكتبوها هاي زي ما هي، يعني انه احفظ العدد الصحيح كشيء تمام. فيعني تقدر تكتبوا زي هيك، بس يعني مش ضروري كثير، لانه الفكره هون الالجوريثم مش الفكره كيف الكتابه بالضبط. تمام. في حد عنده محاضرات الكيت؟ غريب عاد، هو مفروض المحاضرات بس في وقت المحاضرات، يعني عشان حطيتها في وقت إن غريب انه بنعطى محاضرات ما بعد الساعة 5. طيب هاي فكرة هذا السؤال، اذا حد عنده اي استفسار عشان ننتقل لسؤال ثاني بده شوية شغل اكثر. فاي حد بده اشي يكتب، وهنا بدي اجيب السؤال اللي بعده ونفكر فيه مع بعض، هلا بنبلش شوية شغل اكثر. عربي اوف غريب، على التعاون العربي بالذات احتاجوا عكس المحاضرات اللي مش في نفس الوقت، غريب كانوا يحكوا انه لازم الجميع يعطوا في نفس المحاضرة.
او دكتور مشهور بالذهب اللي حكى، يلا مش مشكله. طيب التوبيك اللي بعده، لحد الان السؤالين اللي حليناهم كانوا سؤالين هيك دردشه، يعني انه خذ انبوت اطلع اوتبوت، احسب شويه رياضيات في النص وخلص تمام. هلا هون بدنا نبلش إشي يصير فيه شروط، مش بس انه خذ الانبوت ساوي عمليه رياضيه واطلع اوتبوت. فكيف بدنا نساوي هاي العمليه؟ منا شويه شغل، يعني كيف بس نفهم كيف شو الاف ستيتمنت. هاي الاف ستيتمنت زي في العربي انه شرط، اذا كذا ساوي شيء معين تمام. طيب هلا كيف طريقه كتابتها؟ فبس بدكم تكونوا تعرفوا كيف تكتبوا الجمله الشرطيه هاي وبعدين تستخدموها زي ما هي تمام. طيب في ناس بتدردش كثير. طيب الطريقه كتابتها، بتحطوا اف، تحطوا شيء هون، تحطوا ذن، تحطوا اللي بدكم اياه، تقدروا بعدين تحطوا إلس إف، تحطوا إشي هلا بحكي لكم شو معناه، بتحطوا اللي بدكم إياه، تقدروا في الآخر هاي تكرروها كذا ما بدكم، بعدين بتحطوا إلس، وبعدين بتحطوا اللي بدكم إياه، بعدين بتحطوا إند إف تمام. طيب في حد ذكرني في الثلاث منازل، هلا بس أشرح الإف نرجع لها، منيح اللي ذكرتوني. طيب هاي طريقة كتابة الإف ستيتمنت، إني بحط إف كلمة إف، بحط اللي بدي إياه، هلا بحكي لكم شو اللي في النص هان، بحط بعدين then بعدين بكتب أسطر، هاي معناها أسطر، يعني ممكن تكون جملة، ممكن إشي بحسب أريا، ممكن إشي بحسب برايس، ممكن اللي بدكم إياه طباعة غيرها. وبعدين ممكن هاي، يعني خلينا نحط هذول optional، اوبشنال يعني مش ضروري تكون في الاف ستيتمنت. فاهم شيء في الاف ستيتمنت تكون اف وتكون اكسبريشن وتكون ذن وبعدين شيء وبعدين في الاخر اند اف تمام. طب شو هاي الاشياء المحطوطه هون وهون؟ هاي كونديشن، وهاي برضو نفس الشيء. شو الكونديشن ممكن يكون؟ تخيلوا مثلا عندي ان، ممكن يكون ان اكبر، هل ان اكبر من 10؟ يعني لو مثلا زي هيك تخيلوا هالكونديشن هيك، طبعا على فرض انه في عندي ان في الالجوريثم، يعني قارئ ان وكل شيء تمام. هلا بعدين اف ان اكبر من 10 ذن بدي نافذ هالكود، إلس مثلا خلينا نحط ان اكبر من 2، نحط هاي الجمله هون، ذن في كود، هاي كود رقم 1، هاي كود رقم 2، هاي او هاي كود رقم 3، او يعني كود انا قصدي في الالجوريثم او جزء من الالجوريثم. طيب تخيلوا ان معي هون قيمتها 12، دخلها اليوزر وطلعت قيمتها 12، فاي واحد راح يتنفذ من هذول؟ هيك بتروح بتساوي تشيك، بتروح بتحط تحكوا اف الان ان كم 12، هل 12 اكبر من 10؟ فبالتالي هاي بتتحقق. ما دام هاي تحققت بروح بنفذ كل الاسطر اللي تابع على واحد، يعني لحد ما توصلوا إلس اف تمام. طيب بعد ما وصلت للجملة اللي فيها else if، هل بنفذ 2 أو 3؟ لا، فأنا بس بنفذ 1 بعدين بطلع، فإذا في إشي بعد end if بنفذه، فيش إشي بعد end if خلاص بنتهي البرنامج تمام. فالفكرة في الإف statement هي شرط عادي، ما تفهموش إشي متعقد، هذه شرط. كيف بقول لك إذا معك مثلا مصاري أكثر من هذا المبلغ روح مثلا اشتري هاي النوع من السيارة، فهي تحكي لي لو كان n أكبر من 10 نفذ اول كود اللي هو 1، فاثنين وثلاث ما بتنفذ. طب لو كانت ان بتساوي 7، فهل 7 اكبر من 10؟ لا، فبالتالي 1 مش راح يتنفذ، يعني كل الالجوريثم الموجوده هون مش راح تتنفذ. طب إلس اف، هل 7 اكبر من 2؟ فبالتالي هذا راح يتنفذ 2. طب 3 مستحيل يتنفذ، خلاص 1 فيهم بتنفذ، مستحيل اكثر من جزء من الاف ستيتمنت يتنفذ، بس جزء واحد يتنفذ تمام. فعشان هيك جزء 2 اللي راح يتنفذ بهاي الحالة. طب لو n بتساوي 0 او خلينا نحكي 1، هل الواحد اكبر من 10؟ لا، معناها 1 مش راح يتنفذ. هي طبعا بيمشي هيك في الالجوريثم، مش الفحص هيك بيكون، اول شرط بتحقق بروح بنفذ كود وخلص بيطلع من كل الاف ستيتمنت. فهون هل الواحد اكبر من 10؟ لا. هل الواحد اكبر من 2؟ لا، معناها else هاي فيش فيها شرط، اذا شايفين
فإذا وصلها على طول بنفذ كود 3 مباشرة، فبالتالي في هاي الحالة بس كود 3 اللي بتنفذ. تمام أستاذ، بس سؤال. هلا احنا أخذنا إنه الـ if statement بس تتكون من if وكونديشن وإلس وإند إف، بس مش تنتين إلس، يعني هو كان بس في شرط واحد يا أو يا لا، هيك الدكتور حكى لنا. لا لا، هاي هاي أبسط إف ستيتمنت ممكن تشوفها، هي بس إف وإلس، بس عادة لا، الإف ستيتمنت فيها إف إلس، يعني مركبة فيها جواها زي إف ستيتمنت مركبة، تأخذوها في السي بشكل معمق، فبالتالي لا في إف إلس أو إلس إف. تمام، يعني هاي معناها إذا تحقق هذا الكونديشن نفذ، عدا ذلك اذا تحقق كونديشن ثاني نفذ اثنين، عدا ذلك نفذ الكود ثلاث. تمام، طيب في حد اشوف الاسئله بس كم نبلش في المثال. في السي نعم، اذا بلشتوا في السي وشفتوا الاف ستيتمنت، شايفين الكوس اللي بعد الاف ستيتمنت، هاب هاي معناها ذن وهاي معناها اند اف في السي. لا اللي بلش، لا ما بلش ينسى هاي المعلومه، فصح يعني في السي ما في ذن. طيب اللي بيحكي انه ما حكى لكم انه في إلس إف، لا في إلس إف هو اكيد يعني، بس ما بعرفش اذا هم بيفترضوا ان الاسئله اللي بدهم يجيبوها ما بتحتاج إف إلس، لانها زي ما حكيت لكم اوبشنال، هي مش اشي اساسي، فلا يعني انا بنصحكم عادي تمشوا هيك، هاي يعني ما فيش اثنين ببرمجوا بيختلفوا عليها. هاي هلا بعيد الفكره. تمام، طيب بس عشان لو حد ما فهمش الفكرة، الفكرة ما تعتبروهاش ألغوريثم، اعتبروها في الحياة العملية. حكيت أول شرط لو كان أكبر من 10 في بدي نفذ إشي معين، حطيته مجموعة ألغوريثم، حطيت اسمها واحد، مجموعة جمل يعني، فإذا حطيت رقم N بحقق أول شرط بروح بنفذ واحد وبس، بنفذش اثنين وثلاث، بيكمل بعد الإف، بعد الإند إف. إذا حطيت رقم بحقق هذا الشرط زي 7 مثلا، بروح بنفذ اثنين وبطلع برا الاندر. اذا حطيت شرط لا بحقق هذا ولا بحقق هذا، معناها بروح على الالس بنفذها. تمام، ففي ناس بيحكوا لي مثلا انه 12 هاي اللي حطيتها في الاول هي بتحقق هذا الشرط، بتحقق هذا الشرط لانه اكبر من 10 وفي نفس الوقت اكبر من 2، فمباشره بحكي لهم انه اول شرط تحقق بروح بنفذ الكود التابع له وبنسى الاشياء الثانيه، خلاص بطلع برا الاف. تمام، فالترتيب بيكون مهم في هالحالة. طيب ففي حدا هلا عدت الاف، في حد بيحكي عن string data type، string data types في الالجوريثم اخذت string data types، هي في السي عادة تأخذ string لحال، data type لحال تأخذ في السي، فبجوز ما اعرفش كيف، بس لا بتنخدش في الالجوريثم يعني. الثلاث منازل هلا بشرح لكم اياها بالضبط. لا بالضبط، لما نوجد معدل انا حاط عليها على فكره سؤال، فعشان هلا بفرجيكم استخدامها. صح، بدكم عدد خانات غير معروف، اذا بتذكرني يا علي في اخر إشي لو كنا هيك رايكين بخليكم تفكروا فيها، لانها بدها لوب واحنا لحد الان ما بنعرفش اسمها لوب، وايل لوب، فلما نوصل لوايل لوب اخر شيء ذكرني بنفكر فيها. الداتا تايب نعرف انه نوع الداتا، بس قصدي لا يؤخذ عاده من الالجوريثم، الالجوريثم مش كثير بتميز الداتا انه هاي رقم صحيح ولا هاي رقم عشري، ولا بتاخذوها بالتفصيل في السي، فلو اعطوكم اياها بكون اعطوكم اياها هيك شيء عابر يعني. بالضبط، هي بدها وايل لوب مش فور لوب، هلا بحكي لكم عنها لو عدد المنازل الرقم مش معروفه، ما مش نستعجل يعني براحتنا. بالنسبة للسي ممكن نعمل لاحقا سيشن طويل، لكن مش هيكون بكرة أكيد، لأنه بكرة فيش وقت يعني، أنا وقتي أخرى كمان صعب وبده شوية تحضير لأشياء اللي بنعطيها، فده وقت. بس أنا غالبا راح أعطيكم أحط لكم بول وخليكم تختاروا شو أكثر موضوع في السي بتحبوا نعمل عليه سيشن زي هيك، اذا حسيت انكم استفدتوا من هاي السيشن، اذا سيشن استفدتوا ننسى الموضوع. في حد بعلق على الفور والوايل، تخافوش راح نجيهم. اسيل لا، لحد الان لسه ما وصلناش الوايل، لسه في قبل الوايل فور، وفي قبل الفور الاف بدنا ناخذ عليها اكزامبل، وفي كمان كيس قبلها، ف
فإذا حس أنك فهمتيه منيح منيح وبدك تروح وترد ترجع على وقت الوايل فيش مشكلة إذا بتلاقي مجال. هلا الثلاث منازل خلاص تمام. طيب أي شيء بدنا ننشره بننشره على الجروب ما تكلفوش، أي شيء بدنا نتواصل فيه انشره عادي على الجروب اسألوا اللي بدكم إياه. طيب هلا بدنا ناخذ مثال، قبل المثال بدي أفرجيكم منيح اللي منسيت الثلاث منازل. خلينا نحط سلايد جديد، تخيلوا عندي رقم ثلاث منازل يعني زي هيك 725. كيف الخطوات؟ ناش نكتب الالجوريثم كاملة، بس كيف الخطوات عشان أوجد ها أطول الخمسة وطول الاثنين وطول السبعة كرياضية؟ في ناس بتحكي وين اسم الجروب، بعطيكم إياه في الآخر، بس ذكروا يذكريني لا بعطيكم إياه في الآخر أو حد يحطه هون يعني ينسخوا من الرابط وحطوا لهم إياه هون لأنه صعب هلا أروح. هلا بعطيكم أمثلة كثير على الإف، تخافوش يعني ما تكلكوش. كومب 132، شو رأيكم نأجل هاي كل الأسئلة للآخر معلومات عامة؟ إذا بدكم نص ساعة كاملة بتسألون عن كل شيء عن كل المواد اللي لكم وشو ممكن تلزم لقدام، بس كومب 132 بلزمها الألغوريثم بلزمها كل السي، في بس 2 شابترز بأخذوها الاي تي وعلم الحاسوب ما بأخذوها ال لا بأخذوها الاي تي وما بأخذوها على المحاسوب ولا الهندسة والعلوم، فبحكي لكم عنها ما تخافوش. طيب هلا بس هاي خلينا نفكر مع بعض، يعني تخيل اذا حد معه ورقة وقلم كمان بيكون ممتاز تفكروا فيها معي، كيف ممكن نوجد السم اوف ديجيت لهذا الرقم از ستيبس؟ يعني مناش نكتب الالجوريثم اسك ذا يوزر واو از ستيبس، كيف ممكن اطول الخمسة هاي اذا هاي اسمها اكس؟ فبنحط هاي معروفة اكس مود العشرة بتساوي خمسة صح؟ لأنه X اللي هي 725 باقي قسمتها عشرة، هي أصلاً قسمتها عشرة راح تطلع 72 والباقي خمسة تمام؟ هاي مفروض ما حد عنده مشكلة فيها. وكمان في إشي ثاني ما حد عنده مشكلة فيها، إنه X تقسيم 100 بتساوي 7، 725 تقسيم 100 بتساوي 7. لحد اللي ما مش كثير برضو بحب إنه يشوف هيك إشي بيقدر يحط هون انه الانتجر يعني الانتجر فاليو اللي هو العدد الصحيح من هذا القسمه، يعني الانتجر اوف هذا العدد بعطي 7 تمام. هاي في حد عنده مشكله في واحد من هذول الاثنين يحكي يكتب على الجروب على الشات. هلا المشكله انا حاسس انه هاي يعني عادي، بس المشكله في اثنين، كيف ممكن اطول هذا الرقم؟ إذا خدت مثلاً خلينا واحد هيك يقترح مثلاً X مود 100 هاي بتعطيني 25، فغلط مش راح تعطيني 2 لحالها. فكيف حد يكتب على الشات إذا في حد عنده اقتراح نجربه عادي لو كان غلط أو صح مش مشكلة نجرب مع بعض، يعني دائماً الواحد لما يفكر في أشياء غلط بعدين يفكر في أشياء صح مع التجريب، بس عشان أفرجيكم إنه لو فكرت بإشي غلط كيف ممكن تتأكد إنه هذا صح أو غلط. فإذا حدا عنده اقتراح كيف ممكن نوجد اثنين، شو العملية الرياضية اللي لازم نسويها عشان نوجد اثنين، اكتب عادي. وإذا حاسينها صعبة بسويها. طيب ما فيش شكل اقتراحات فخلص مش مشكلة نفرجكم إياها. الفكرة هون انه اثنين هاي كيف ممكن اذا في حد بيحكي جرب اكتب بشات لانه صوتك بيقطع. في حد بكتب الكتابة كان معك الجميع عندي بقول. طب خلينا ناخذ اشي صح تمام، هاي جايبيها بسهولة بقول إذا هي ممتازين تمام. هيك ساعدتوني يعني هي حلتوها عني، أنا كنت مش شايف الشات كانت معلقة شكلها ممتاز. فحد اقترح حكى X تقسيم 10، فلو قسم X على 10 شو بطلع الناتج؟ بطلع الناتج 72.
من هاي 72 بدنا نوجد باقي القسمة على 10. لو هاي ال 72 حسبت باقي القسمة على 10 بعطيني 2. فبالتالي عشان أوجد 2 هاي رحت حطيت x تقسيم 10 مود 10 بتساوي 2. تمام؟ فإذا حد في عنده مشكلة في هاي يحكي لي. صح، الاقتراحات كلها ممتازة. إذا حد عنده أي استفسار كما نبلش في الإكزامبل يحكي لي. لا لا، في الامتحان إذا بتكون مجرب شايف الفكرة من قبل ما تقلقش، يعني مش راح تشوف أشياء جديدة. بس إذا مش شايفها من قبل أو يعني بتحس إن الإشي صعب. ممتازين، يعني الكل اللي اقترح الإشي صح. طيب إذا الكل عنده مش عنده مشكلة نقدر نحل المثال. كيف تكتبوها؟ كيف كتبنا هاي؟ المثال كان كتب زي هيك، إنه حط مد العشرة إذا متذكرين خزناها بآر، وهاي حطناها divide by 100 كانت 10 خزناها بدي، وهون حط V بتساوي X أو يعني هيك هاي لأنها جديدة divide X by 10 then take the modulus of 10. تمام؟ وإذا حاسينها هاي ممكن شوي رياضياً صعبة أنها تنحكى كلمات، فعادي حطوا كمبيوت إشي زي هيك إنه صعب كوسط، حطوا كمبيوت إنه مثلاً نسميها V بتساوي X divided by 10 مود العشرة. تمام؟ فهاي بتكون صحيحة يعني عادي. لو حسيت الإشي مش سهل وصفه، مش إشي بس مجرد ضرب أو مجرد قسمة، بتقدر تكتبوها زي هيك كمبيوت. تمام إبراهيم؟ تمام. إذا في حد عنده أي مشكلة يحكي لي. الألغوريثم فكرتها أنه مش تكتبوا كثير كثير بقدر ما أنكم تكونوا فاهمين كيف توجدوا الأشياء، بس طبعا ضروري تكتبوا يعني توصفوا الحل اللي الألغوريثم اللي انتوا اخترعتوها. طيب عشان ما أخدش الناس بس نص دقيقة وبكون جبت الإكزامبل اللي عندي، كثير بسيط يعني، بس عشان تتعودوا على الإف ستيتمنت، لأنه إحنا شوي طلعنا عن الإف ستيتمنت في هذا الإكزامبل. طيب برضو بجوز هذا المثال كثير بسيط بالنسبة لكم، لكن ضروري تشوفوه للناس اللي بلشت من الصفر يعني معنا. سجى اعتمد انه يطلع عدد صحيح. اذا بدك تطمني يعني اذا بدك تطمني بس حطي divide مثلا by 10 and take the integer part as save the integer part as d مثلا، بدل ما تحط save it as d حط save the integer part هاي الكلمة وخلاص تصير أكيد يعني، مهما حكى لك الدكتور أكيد صح. تمام. طيب هلأ هون بدنا نبدأ مثال جديد. ممكن هذا مثال بسيط، لاحقا الأمثلة لما تبلش تصير شوي أصعب من نصير نأخذ دقيقتين ثلاث كل واحد يحاول يفكر فيها على أساس تصير عندكم مشاكل بعدين ترجعوا منحلها مع بعض. يعني لما دائما نشوف سؤال حل سؤال حل بتحسوا انه في اشياء مش كثير واضحه، فدائما نحاول نفكر في السؤال. هلا السؤال بحكي لي هون write an algorithm that print positive for positive number و negative for negative numbers و zero for zero. طيب فاول شيء بدنا نحط شو الانبوت شو الاوتبوت، كيف تفصيل الالجوريثم. أعطيكم دقيقة تفكروا فيها، تحاولوا كل واحد يخربش إشي يحاول يكتب ألغوريثم. نص دقيقة 30 ثانية وبعدين بكتب لكم إياه. تمام؟ بس 30 ثانية. فإذا حد عنده ورقة وقلم يحاول يخربش إشي، عشان راح تلاحظوا أنه لما تخربش إشي راح تركزوا كثير في اللي بنحكيه وراح يصير عندكم أسئلة إضافية. تمام يلا 30 ثانية بس وبعدين نرجع. أنا بدي أساوي ميوت للمايك.
ممتاز. أنا عمالي بشوف الأشياء اللي بتنكتب كثير ممتازين ممتازين. وحبيت فكرة إنه الكل يعني إنه تكتبوا الأشياء ككلمات، الرموز صح، وممكن هلا أنا استريح أكتب رموز، لكن كل الرموز لازم تحولوها as words يعني. هلا بحكي لكم كيف يعني. تمام، هلا هذا ممكن نحطه كله كلمات على أساس أكيد لكم على فكرة الكلمات، لاحقا نصير نحط رموز لأنه مش كثير سهل إنه كل شيء نكتبه كلمات يعني بضيع شوية وقت. طيب بداية أنا بحب هيك أساوي، أحط الألجوريثم تاعتي، شو بيدخل عليها input، شو لازم يطلع output، عشان تفهموا شو اللي بدكم تسووه. عدا ذلك صدقوني بتبلشوا في الألجوريثم وانتوا أصلا مش فاهمين شو الانبوت شو الاوتبوت. طيب فهي السؤال، شو الانبوت؟ number، ما حكاش لا integer ولا شو نوعه، من مرة ما حكاش، المهم انه number. تمام صح الناس اللي بتشتغل، فبس اذا بدكم خلاص وقفوا يعني عشان ما تتشتتوش، وقفوا وركزوا معي، اذا حسيتوا انتوا حليتوا بطريقه مختلفه عني احكوا لي في الاخر. تمام، هاي سهله ما تخافوش، راح نيجي لاي شيء صدقوني تفكروا فيه، بس لانه لو بلشنا من اول في الصعب بتحسوا انكم ضعتوا، فخلينا نبلش شوي شوي. طيب هلا الانبوت على البرنامج هو نمبر سميته ان، الاوتبوت هو جمله طباعه، على اما راح يطبع بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو. تمام، احدى هاي الحالات. فدائما بتذكروا بس كما تسلموا ورقتكم اذا بتحلوا انه قراتوا الانبوت طلعتوا الاوتبوت هذول الثلاث، اذا كل اذا ما طلعتوش اي واحد فيهم تاكدوا انه في مشكله. تمام طيب ممتازين، لا بالعكس اذا جربتوا بيكون ممتاز يعني، دائما لما الواحد يجرب باخذ شوي كمان ثقه في اللي بيشتغله، ممتاز. طيب هلا اول شيء لازم نحكي ask the user، هاي بدي بطلع اكتبها لاحقا، اي نمبر. سكند ستيب لازم نقرا النمبر، اند سيف ات از مثلا ان. الصوت موجود مفروض. تمام، وهي قرات النمبر، هاي الانبوت. تمام، الناس كمان مره، الناس اللي بتحب تكتب ديفاين او نشرح لها لازم تكتب ديفاين في الاول، تحطوا ديفاين ان المتغير اللي عندي، هذول مش تغيرات، هذول جمل طباعه فما بنكتبهم، مش نكتب بس ديفاين ان. طيب هلا شو الالجوريثمز اللي انا عندي؟ وكاني بدي احط شرط، هاي بتتحولش لشيء رياضي، الشروط اذا بتشوفوهم بتتحولش لمعادله يعني. فمن نشتغل زي الشيء اللي فرجيتكم اياه، نحط اف، بنحط ان مثلا هون اذا بوزيتيف معناها greater than zero then، فهي لازم تكون، هاي لازم تكون، وهي الكونديشن اللي عندنا. لاحقا للتسهيل راح تلاقون هي بكتبها ان اكبر من زيرو، فهي صح، وحتى في الامتحان بحسبوها صح، بس بحس انهم مرات اذا جاكم حد بيصلح بطريقه شوي مش مرنة بجوز يحكوا لكم ليش ما كتبتوش رموز، فيعني حاولوا اكتبوا رموز. تمام، فاذا ان اكبر من صفر then print positive. طيب هلا الناس اللي حكت عن الالس والاف، هون بيجي دور الس اف، بيجي هون دور الس اف، انه ان وهون greater وهون less than زيرو، معناها شو؟ print negative، وحطوها بين double quotation هي علامة تنصيص عشان تبين انه مش متغير، هاي هي جملة طباعة مش اكثر يعني. وبعدين else، بعدين بتحطوا شو اذا لا positive ولا negative بدنا نطبع زيرو، هو كتب بدنا نطبع زيرو، لو ما حكى لي هاي زيرو for zero كان خلاص بحط اف الس، فيش داعي اف يعني، هاي فيش داعي الس اف، بحط اف هاي، بحط الس اطبع نيجاتيف، لانه اذا مش بوزيتيف ممكن يكون نيجاتيف، لا لازم احط اف لانه ممكن يكون صفر، لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام، فيعني وقتها لازم احط هذول الشغلتين. الس لازم احط بس برنت زيرو. تمام خلاص، بعدين ما تنسوش اند اف.
طيب فهي هي كلها زي ما كتبته يعني كتبتوها حتى بطريقة أرتب مني. في حدا عنده مشكلة بهاي؟ شفتوا الناس اللي حكت عن LSF شفتوا كيف استخدام LSF؟ كثير سهل. لو عندي مش بس شرط واحد أكثر من شرط شرطين ثلاث هيك بصيروا بالLSF يمشوا. في حد عنده مشكلة؟ هديته كثير. تمام. كل الناس اللي كتبوا حلهم صح. النيجاتيف لانه هو كتب لي اذا اطبع نيجاتيف اذا الرقم نيجاتيف يعني اذا الرقم سالب اطبع كلمه نيجاتيف فبالتالي حطيت else if n less than 0 اذا n اقل من 0 فهو رقم سالب فبالتالي بدي اطبع رقم سالب يعني اذا تخيلوا مثلا دخلنا 5 n بتساوي 5 تمام خلينا نتبعها مع بعض ضروري تكون تعرف تتبعوا الالجوريثم عشان تكونوا عارفين تتبعوا حالكم f 5 هل 5 greater than 0 تحقق هذا الشرط وبالتالي بطبع هاي صحيح اللي كنت اقول لكم اياها هاي 1 وهاي 2 وهاي 3 فبطبع 1 فبطبع بوزيتيف وخلص بخلص البرنامج خلص خلصنا لو كان n سالب 6 سالب 7 مثلا فهل سالب 7 اكبر من 0 لا فبالتالي هاي متحققش بروح على بعدها else if هل سالب 7 اقل من 0 فبالتالي بحق بيطبع نيجاتيف وخلاص بيطلع البرنامج. طب لو حطيته 0 هل الزيرو اكبر من 0 لا هل الزيرو اقل من 0 لا فبالتالي خلاص بدون اي شرط رايح على الالس بيطبع 0 فهي بتتنفذ تمام بالضبط لازم تحط الجمله تاعت الالس اف لازم لانه كيف ممكن تعرف انه الرقم نيجاتيف بدون ما تحط الالس اف واذا اديروا بالكم اذا ما حطيتوش هاي تخيلوا مثلا حد حط هيك بدون إلس حط اف هيك بعدين رد حط كمان اف بدون إلس وبعدين حط إلس هاي معناها الإلس هاي تابع على الاف اللي فوقها بس يعني ما لهاش خص في الاف اللي فوق الاولى فبالتالي لو حطيت وقتها رقم بوزيتيف رقم مثلا 5 شوفوا هاي المشاكل الالجوريثم بتصير لو حطيت رقم 5 هل الخمسة اكبر من 0 فبالتالي بيطبع بوزيتيف تمام هلا ما دام هاي مش جوا إلس مش إلس اف هاي اف لحالها فبالتالي بيعتبرها منفصل عن هاي الاف يعني هاي اف وهاي اف مختلفين بيحكي لي هل ان اقل من 0 لا هو 5 فبالتالي بتنفذش هذا فبروح هون بحكي إلس إلس تابعه بس لهاي الاف ما لهاش خص في اللي فوق فما شافتش اللي فوق فما تنفذتش الاف بروح منفذ إلس فبيطبع كمان مره 0 فبطبع بوزيتيف وزيرو في نفس اللحظه فهي غلط تمام فكثير مهمه هاي الشغله بالضبط بالضبط هيك صح 100% هيك انتم متابعين كيف نشتغل لازم تكونوا فاهمين الافلس ممتازين في حد عنده استفسار هاي بجوز النقطه منيحه يعني تكونوا فاهمين ليش تمام ولو حد بداية الفيديو حكى انه في ناس ممكن بدها تدخل وما فيش مجال هلا بتلاقوا مجال لانه صار العدد اقل فلو حد بيعرف من الناس اللي كانوا بدها تحضروا مش قادرين يحضروا بقدروا يكملوا معنا من هون عادي طيب هيك وضحت اول اكزامبل اذا حد عنده اي استفسار قبل ما نروح على اكزامبل ثاني هلا بعطيكم اصعب نور بعطيكم اشي اصعب في نهاية الفيديو صدقوني لتلاقوا اشي بده شغل يعني بده تفكير نفكر مع بعض 5 دقائق او 10 دقائق صار اكثر من 40 كيكه بعرفش هيك مره واحده حكول ان في لكم مكافاه ان لازم خلص بدنا نعطيكم اكثر من 40 كيكه فلازم نضلنا صباح اليوم في حد بيحكي بنفع احط اند اف لكل اف اذا كله اف الس اف الس هيك بس بلزم اند اف واحده لو عندي اف ستيتمنت منفصله يعني اف وبعدين اف بدون الس اف بعدين اف بعدين اف بعدين كل واحده لازم تكون لها اند اف تمام هلا هم عاده الاكستنشن تاع ال 40 دقيقه عشان الكورونا بيساوي فيه فبعطوا مرات اشياء فري عشان قصه الكورونا فشكلهم حسوا انه في شيء له علاقه بالجامعات فعشان هيك
في حد عنده أي استفسار؟ طيب عشان ما ضيعش وقت الناس اللي حاسة إنه الشيء كتير سهل، بنروح نشوف الكيس وبعدين نروح نشوف اكزامبل على الكيس وبعدين ندخل في اللوبس اللي بدها شوية تفكير. عادة الالجوريثم ديروا بالكم التفكير فعليا في اللوبس. قسام تبعت لكم كيف الرقم بصير على الحالتين لو حطينا else هون وبدون else، انه دائما اول condition بتحقق بروح منفذ الكود اللي تابع له وبعدين بطلع من الاف كاملة. اذا حاسين انه مش فاهمين احكوا لي، واذا فاهمين تكون قصة الالجوريثم طلعت سهلة. الناس اللي حاسة انه لحد الان سهل ولاحقا راح يصير كثير صعب ومش راح نمشي، انا بطمنكم انه نفس النمط، يعني بده شوية تفكير اكثر لكن نفس النمط، مش راح تحسوا اشي هيك غريب جدا يعني. طيب هلا نروح على الكيس ستيتمنت. تمام ممتاز، راح نخلص ان شاء الله وانتم تحكوا لنا سهل، يعني راح تحسوا انكم بلشتوا تفكروا اكثر لكنها بظلها مش صعبه، يعني مش اشي صعب كثير. في حد بده يسال؟ عيسى بتقدر تسال. عيسى او محمد بيسال في إشي عن الارقام الاوليه، اخر سؤال عندي في الاشياء اللي بدنا نشتغلها على الارقام الاوليه، ف دونت وري راح نمر على شيء زي هيك. بدكم سؤال اصعب بعطيكم. بتسال انك بحاجه تكتب اسك او لا، اذا اليوزر ما بده يدخل إشي فيش داعي تقول اسك ذا يوزر، لانه مثلا اذا بده الارقام الاوليه من 1 ل 50 فاليوزر بديش يدخل إشي فعليا، هو بس بده يشوف، فبالتالي فيش داعي لأسك اليوزر. في ناس بيحكوا انها ما شرحت الكيس ستيتمنت. الكيس ستيتمنت زي الاف إلس، هلا بفرجكم اياها، مرات بتكون كثير مفيده. اذا حسيتوا الإشي ما مرش عليكم بتضلها صح، يعني حتى لو جابكم الامتحان حليته على الكيس بتضلها صح، لكن هي كل كيس ستيتمنت تعوض بإلس اف. هلا بفرجكم كيف الفكره. تمام، في حد اخذ الكيس؟ خلينا نشوف اذا ما حدش من مره اخذ الكيس خلاص بنشرح زي الاكزامبل بس بالالسف. بالنسبه للمثال السابق لو دخلت شيء كاركتر زي انه مش رقم راح يطبع على الالس، راح يطبع زيرو، بس هو مش طالب مني بالالجوريثم يحكي لي لو دخلت شيء غيرهم اني اساوي شيء معين، فعشان هيك مش داعي جدا تفكروا في هذا الشيء. تمام، في حدا اخذه؟ ريان بيحكي انه في كورس بس الكورس اخذوه. كل الكليات لازم ياخذوه، لانه هلا راح يمروا على معكم في البرمجه، فيعني احسن تكونوا شفتوه من قبل، كثير بيسهل عليكم. طيب احنا هو اكزامبل واحد، يعني مش راح نطول فيه. اكزامبل واحد راح افرجيكم، انتوا راح اخليكم تفكروا فيه في الاف الس ونحله في الكيس الثنتين بزبطوا، او ممكن نحل لكم اياه بطريقتين عادي. طيب هلا اول شيء بدنا نتعلم كيف السنتكس او كيف طريقه كتابه الكيس ستيتمنت. طريقه كتابه الكيس هي بتكون كالتالي، لازم نحط كلمه كيس وبنحط شيء، بنحط اوف، بنحط شيء معين، بعدين نقطتين exit، بعدين default end case هيك. طيب خلينا افرجيكم مثال عليها، او يعني نعبي هاي الاشياء الفارغه. تمام، طيب هلا الكيس ستيتمنت هي باختصار نفس السويتش في السي، اللي اخذوه في السي سويتش ستيتمنت تماما هي الكيس، هي هاي نفسها.
طيب هلا الكيس باختصار هي زي بتحل بدل الاف الس، يعني بدل ما ظلكم تحطوا اف الس بعدين اف الس وهيك ورا تحت بعض كثار، تقدروا تستخدموا الكيس ستيتمنت بتريع عليكم. تمام، فتخيلوا هيك، تخيلوا هيك البروبلم اللي عندي، انه انا بدي ادخل رقم من صفر مثلا لثمانية، ومثلا لو كان هذا الرقم صفر او اثنين او اربعة او خمسة بدي مثلا اطبع A، واذا طلع مثلا واحد او ثلاث او ستة او سبعة او ثمانية بدي اطبع B. تمام، فاذا بدنا نحلها if statement كيف بدنا نحلها؟ بدنا نحل if ان المتغير اللي اسمه x هذا اللي بدي يحمل الفاليو equal zero بعدين or equal 2 or equal 4 or equal 5 بدي اطبع هاي. نفس الاشي بعدين else if ان هذا equal هاي او هاي او هاي او هاي او هاي بدي اطبع بي. بتصير شوي تغلب. تمام، اذا بدكم تحلوها if statement على فكره هاي بلزمش if else، يعني حطيت example هيك ضرب براسي بس هو بلزمش بالضبط، بلزم or. فبدكم تحطوا هيك if x equal 0 or x equal 2 or هيك بتكررهم كلهم print A. else if x equal 1 طبعا تحطوهم بالرموز هاي equal بتحطو equal 1 or x equal 3 بتكملوهم كلهم print b. تمام، هاي طريقة لو فكرتوا بالf else بالضبط. تقدروا تكتبوا فاصلة عادي بالالجوريثم زي ما حكيت لكم، حطيتوا or او حطيتوا فاصلة او يعني برجع لكم فمش مشكلة، بس أنا ما بحبش أحط فاصلة لأنها مرات تنفهم and مش or. تمام، هلا كيف بدنا نمثلها في الكيس؟ شوفوا كيف، مش هاي اسمها x هي اللي بتمثل هاي، فبحط كيس x of، يعني شو معناها هاي؟ حط لي شروط على x بحيث إنه لو كانت إذا قصدك على الفاصلة في الكيس صح، لو كانت 0.2.4.5 هيك، هاي لازم تحطوا فاصلة، بعدين بتحطوا نقطتين بتحطوا هون بدل الاسطر هذول، انا فيش عندي لا سطر واحد اسمه برنت اي، وبتحطوا اكزت. هاي ممكن في ناس تعطيها وفي ناس تعطيهاش، بس في البرمجه كثير ضروريه مش كثير مهمه في الالجوريثم، لكن حطوها احسن. فبحط الخيارات جميعهم، بحط نقطتين بعدين بحط شو بدي اسوي، انا بدي اطبع اي بعدين بحط اكزت. اكزت هاي عشان ما ينفذش الكيسز الثانيه، يعني اذا بتحطوش اكزت في البرمجه مش في الالجوريثم، في البرمجه بروح بينفذ كمان هذول هذول. تمام، طيب هلا بعدين الخيار الثاني اذا كانت واحد او ثلاث او ستة او سبعة او ثمانية شو بدي اساوي؟ بدي اروح اطبع برنت بي. تمام، واكزت. والديفولت هاي هي بتحل محل الالس، يعني لو حكى لك السؤال اذا كانت هاي او هاي وحكى لك السؤال الالس اطبع لي مثلا سي، فهون نفس الاشي بنحط الالس بنحط برنت سي، وهون نفس الاشي ديفولت برنت سي، يعني ديفولت هاي كلمه هيك كلمه مفتاحيه مش انه مش متغير، هذا دائما نفسه. فهذا الكود مكافئ لهذا الكود، اما بتحطه في الستيتمنت اور 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 او بتحطه زي هيك. فالكيس ستيتمنت دائما 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 تقدروا تستعيضوا عنها في اف ستيتمنت، ولا مره بس الكيس هي الحل، لكن مرات بتسهل علي شوي الشغل يعني مش اكثر. هلا بفرجيكم مثال كيف سهلت الشغل. اوكي، اخر شيء في انت استاذ، بس استاذ ثواني. هلا لو ما حكى ليش انه اذا مش ولا واحد من الاي ولا بي حط سي، بلغي جمله الالس وبحط اند اف صح؟ طبعا بلغي جمله الالس هاي بتكونش موجود. طبعا دائما في اند اف اكيد. تمام، صرت ضمنيا انا اعتبر انه دائما في بدايه الاف في اند اف، بدايه الكيس في اند كيس، هاي معروفه. تمام صح 100%. فهي طريقه كتابه الكيس. تمام، هلا بدي اعطيكم مثال، وهذا المثال نجرب نحله يا اما بطريقه ثانيه يا اما بطريقه الكيس، هلا بنشوف كيف. تمام، طيب فهي خلينا نحط المثال. طيب فالسؤال بحكي لي هيك، بحكي لي انه اكتب الجوريثم بتقرا علامه طالب
وبعدين بتقرر determine its evaluation، يعني بتقرر التقدير تاعه هل هو ممتاز أو very good أو good أو okay أو fail. التقدير العلامات بالضبط فوق 90 excellent ولا فوق، يعني هاي في 90، هل أنا أكتب لكم إياهم عشان تهربشش، هاي في 90، هاي في 80، هاي في 70، وهاي في 60، والفيلد أقل من 60، يعني 59 تحت أو هيك هل نكتب 59 وتحت. تمام؟ بدكم تأخذ شوية وقت تحاولوا تحلوها على الـ if else بكون ممتاز. فبدعطيكم 5 دقائق، حاولوا حلوها على ورقة وقلم، ما تغلبوش تكتبوها في الشات، بس حاولوا حلوها وبعدين على أساس نتناقش. لو حد بده يحكي إشي بقدر بعطيه شوي يحكي إذا بده يحكي فكرة معينة. تمام؟ خلينا نأخذ 2 minutes بس، يعني هيك إشي لمحة عامة، ما تكتبوش بسينتاكس، اكتبوا هيك بفكرة سريعة if كذا 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 زي ما قلت. فحاولوا اكتبوها وارجعوا لي، نرجع بعد 2 minutes بالضبط، يعني 37 دقيقة. تقدر تحلوها على الكيس او على الاف ستيتمنت، انتم حرين، بس اذا بدكم تجربوا الاف لانكم شفتوها من قبل جربوا، يعني زي ما بدكم. طيب يا جماعة، طبعا في الامتحان بيكون سؤال زي هيك معكم ربع ساعة مش دقيقتين يعني، بس على اساس بحب تشوفوا هيك الفكرة، تحاولوا تفكروا فيها بفيدكم هالشيء. طيب بدي بس الكل يوقف ونحاول نكتب الاشي. السؤال مش صعب المرة، تطبيقه عادي. لحد الان احنا بنحكي عن اشي بدوش كثير تفكير، بقدر ما انه بدك تكون عارفين طريقة الكتابة مش اكتر. أنا شخصياً مش مستعجل، فعشان هيك قاعدين، يعني مش مشكلة نوصل للإشي البعيد براحتنا. في إشي كتبته نور، خلينا أبدأ فيه. حطت زي هيك كيس، عشان أحكي لكم عن هالشغلة كثير مهمة. مثلاً الجريد كار الجريد، فحطت كيس جي أوف جي أكبر أو تساوي 90، بغض النظر من هاي لازم greater than or equal، لازم تكتبوها بالكلمات، بس مش هاي المشكلة اللي بدعلك عليها. بالنسبة لعدد الطلاب رح نضيف اشي، تخافوش يعني، كمان لما نوصل للوب رح نضيف اشي زي هيك، ما تكلكوش. بس لاني حاليا انا عندي طالب بدي اقرأ علامة طالب فقط، لو عدد الطلاب بصير بدها لوب، لحد الان ما شفناش اسمها لوب لحد الان. بس نور علقت على هذا الاشي، وهذا الاشي كثير بيقع فيه. انا كانت غلط اني ما حكيت لكم عنها، نسيتها، انه جي هاي ما ممنوع تاخذ اكسبريشن، ممنوع تاخذ مقارنه جريتر اور ليس اور اي شيء ثاني. كل الاشياء اللي قبل هذول النقطتين لازم يكونوا values، يعني رقم بس، فلازم يكون مثلا 9 7 2 هيك رقم. ممنوع يكون رينج، ممنوع يكون مثلا من، اذا كانت من الى، ممنوع. فهون بنوقع في مشكله في الكيس، هلا بفرجيكم كيف حلها، بس لازم تكونوا منتبهين لهي الفكره. تمام؟ ممكن على فكره مش شرط بالكيس، ممكن في الاف ستيتمنت تواجهكم مرات مشاكل زي.
لا اذا بتحطوا greater than or equal 90 اصلا غلط كطريقه، ممنوع تحطوا greater than جوا الكيس، الكيس بس بتاخذ قيم. بتذكر الناس اللي بيشرحوا لهم كيس، ممكن الناس اللي بيشرحوا لهم كيس ممكن يشترط عليك انك تحل في الكيس عشان يبدا يفرجكم اياها. اللي بعطوهم مش كيس غالبا بيشترطوش، بس لو حلت في الكيس صح يعني. اوبس راحت الشاشه. طيب بس بدي ارجع التكست. طيب يا جماعه خلينا نحلها مع بعض على الكيس او على الاف الاول، بس بديش اضيف اعيد الاشياء اللي اتفقنا عليها. الاف هي المستخدمه اكثر، فيعني اللي بيفكر في الاف صح 100% وهي مستخدمه اكثر، لكن بدي اعطيكم اياها فكره الكيس ممكن تفيدكم لاحقا في البرمجه، لانه الكل راح ياخذ الكيس في البرمجه فممكن تفيدكم لاحقا. ابراهيم هلا بنشوف، بس اتمنى نحل السؤال ممكن نشوف الصوره اللي بعد. طيب بعد ما نقرا الجريد، يعني مثلا انبوت هيك بدي اسميها جريد، بدي اتجاهل انه ask the user to enter the grade, read the grade and save it as grade. هيك خلاص انا حطيت input، يعني هو عادة لازم تفصله بس انا عشان للسرعة يعني. قرأنا ال grade، بعدين حطينا if ال grade اكبر او تساوي 90 then print مثلا excellent. تمام else if إن الجريد أكبر أو تساوي 80 then print very good. طب ليش هون حطيتش F إنه بين 80 و 90؟ ليش بس حطيت يعني greater than 80؟ لأنه لو الإشي greater than 90 أصلا كان تحقق في أول شرط، ففيش داعي نروح على الشرط الثاني. تمام؟ ودائما انا بفحص شرط شرط، فبالتالي لو الرقم مثلا 95 اصلا بيحقق اول شرط فكان طبعا اكسلنت، كان واتفقنا لما واحده من الاف ستيتمنت تتحقق ما بيروح على الثانيه. تمام بالضبط، فعشان هيك حطينا اكتفيت في greater than or equal 80. لو حد حاطط greater than or equal 80 and less than، يعني هيك حط and grade less than or equal 90 او less than or equal 89 لانه 90 محسوب على الاكسلنت صح، بس ممكن يخصموا له عليها على اساس انه هو مش مفكر صح، يعني مش مفكر انه اصلا الشيء اللي فوق ال 90 ما هو فيش داعي نحط له شرط خصوصي لانه اصلا بتكنسل فوق او بتنفذ فوق. تمام، فدائما في الاف else دائما اول واحده بتنفذ بتلغي الكل اللي قبل، فاذا كان اكبر من 90 اكيد بيدخل هون، اذا كان أقل من 90 ممكن يكون أكبر من 80 ممكن لا، فبالتالي إذا كان أكبر من 80 تطبع very good. else if لو كان الجريد أكبر أو تساوي 70 then print good. else if الجريد أكبر من أكبر أو تساوي 60 print. أنا بترتبش الحل لأنه بجوز الفكرة صارت واصلة يعني. اوكي إلس شوف الاخيره حطيت إلس ما حطيتش اكبر إلس اذا اقل من مش عارف إلس اف اذا اقل من 60، لانه خلاص ما هي اذا مش اكبر من 90 ولا من 80 ولا من 70 ولا من 60 معناها اكيد اقل من 60، فبالتالي اكيد راسب، فبالتالي برنت فيلد. تمام طبعا اند اف في الاخر. في حد مش فاهم احكوا لي اي ساعه بدك تشرح؟ والله انا كنت مخطط ساعتين، كنت كمان نص ساعه بس ممكن ناخذ كمان ربع ساعه ونص ساعه حسب كيف انتم بدكم يعني، انا ما عنديش مشكله لحد التسعة. هلا بدي اشوف بس الكومنت وارد عليهم. لو حطيت شرط ال 80 اول لو حطيته بالضبط، عيسى بحكي لو حطيت في الاول 80 فوقتها لازم احط اف جريتر ذان 80 اند ليس ذان 90، يعني كل هاي لازم احط فوق لو حطيت اول شرط بتاع 80، بس عاده بتكونش حطيت حركه كثير ذكيه لانه بتقدر بدون ما تعقد حالك في هالشغلات تبلش من الاكبر. بنحط شرطين في حاله الفيري جود؟ لا حطيت شرط واحد في حاله الفيري جود لانه فيش داعي للشرط الثاني زي ما حكيت لكم.
لا عادي أسيل ممكن تكتب greater than and less يعني عادي هاي قصدكم وهاي عادي ممكن يجون في نفس في statement. يعني تخيلوا الرقم أنا بعيدا عن السؤال بدي أدخل رقم وأشوف إن بين الخمسة والعشرة ولا لا فبحط if x أكبر أو تساوي خمسة and x أقل أو تساوي عشرة print مثلا yes هاي صح هاي استخدمت and لكن في هاي الحالة ما بلزم في هاي الحالة لأنه الشرط اللي قبل فحصت إذا الرقم أكبر من 90 أو لا فإذا أكبر من 90 بتنفذ هذا الشرط إذا مش أكبر من 90 فممكن يكون أكبر من 80 ممكن لا إذا أكبر من 80 بنحط فاري جود إذا مش أكبر من 80 بيطلعنا زلالة بفرجيكم مثال هذا الحال if else مش case هلا بفرجيكم كيس هلا بعطيكم تخافوش في أمثلة في لقدام وبفرجيكم الكيس بس في حد بيحكي مش ضروري مش ضروري احط الالس لاني حاطط اقل من 60 بالضبط لانه اذا مش ناجح اصلا مش جايب فوق ال 60 فانت مش ناجح فبالتالي بس الس فيل خلاص مش داعي انك تحط less than شيء او براء بالضبط ما حطيت 60 لانه فيش غيرها فيش غير احتمال ثاني بس لو مثلا سؤال بوزيتيف او نيجاتيف ما تحطوش الس لانه ممكن تحطوا الس بس يطلع الجواب صفر فالصفر لا بوزيتيف ولا نيجاتيف وقتها لازم احط اف ال اف بعدين اف الس تمام طيب هلا قبل ما نحلها على الكيس بدي اجرب معكم تتبع كثير بفيدكم في البرمجه ما تبلشوش كتابه سي بروجرامينج بدون ما تعرفوا كيف تتبعوا البرنامج انا نصيحه يعني لانه وانا طالب قبل 5 7 سنين جرب يعني كنت في الاول ما بعرفش اتبع فكانت مشاكل يعني كان انك تبلش وبعدين سؤال يعني حلك صح او لا ما بعرفش وقعت في مشكلة مثلا طلع الكود يطلع جواب غلط برضو بعرفش كيف أحلها فهاي مشكلة عشان هيك دائما تتعلم وتتبع من الالجوريثم بلشوا بجوز في السي هي تكون أوضح لكن في الالجوريثم يعني منيح الواحد يبلش تخيلوا أعطوني أحد يعطيني علامة نفحص عليها يعني من عندكم حي الله علامة من 0 ل 100 75 مثلا عشان ما حطش إشي في بالي تمام خلينا نأخذ 75 95 وصفر وستين تمام هلا بنشوفكم كله تخيلوا 75 بيجي بيحكي هل 75 أكبر من 90 لا فبالتالي هاي غلط هل 75 أكبر أو تساوي 80 لا فبالتالي هاي غلط هل 75 أكبر أو تساوي 70 فبالتالي بيطبع جود فبالتالي فعلا اللي هو أصلا في السبعينات لازم ينطبع جود بالتالي بيطبع جود تمام طيب متعودين عليها بس لا هيك حد حط 100 وحط حد حاطط صفر طيب خلينا نجرب كم مثلا بدكم 55 هل ال 55 في حد بيخربش على الشاشه بشكله بالغلط بقدر اعمل ديسيبل بس يعني مش حلو طيب 55 كيف بدنا ندخل هل 55 اكبر من 90 لا فبالتالي هاي غلط هل 55 اكبر او تساوي 80 لا بالتالي هاي ما تنفذش هل 55 اكبر او تساوي 70 لا برضه هاي تنفذش 55 اكبر او تساوي 60 لا معناها هاي تنفذش إلس اذا مش ولا واحد من اللي فوق إلس اطبع فيل فبالتالي بيطبع فيل فبالتالي بيطبع اف تمام بالضبط ولا واحدة منهم ما بتزبط عادي المرسم الجميع بيضبطش فيه شكل مدي مكدة عين العربي اللي خربش على الشاشة طيب خلينا نجرب حالة الصفر نفس الاشي اللي حد تسأل عن الصفر راح تفحصوا هون وكلهم مش راح يزبطوا بيروح على الالس يعني اخر اشي صفر اكبر او 69 لا فبالتالي بروح بيطبع فيه لو حد حكى 100 في حد حكى 100 هون هل المية أكبر أو تساوي 90؟ فبالتالي بيطبع excellent تمام؟ هلأ في الالجوريثمز عادة ما بطلب منكم حالات خاصة لكن لاحقاً في السي ممكن يقول لكم إذا كانت not valid مثلاً print مثلاً not valid invalid تمام؟ فوقتها بضطر أحكي إنه بداية فوق 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 تحكوا اف قبل اي اشي هون
بتحكوا اف انه الجي هاي هيك not if g not equal not between صفر صفر and 99 اذا على علامه 99 print invalid او في حد بجوز بيحكي لي between مش كثير هاد تقدر تحطوها fg greater fg اكبر من 100 or g اقل من صفر اطبع invalid. امير بخربش لنا على الشاشه لازم نسوي لك خربش علينا المود يا امير. طيب هاي فهمتوها؟ لازم تكون فاهمين هاي كثير مهمه. هذا لو كتب لكم انه لو ما دخل لكم رقم مش من صفر ل 100 بتحطوها اول اف بتصير هاي الس اف. تمام. طيب فهاي الفكره كثير مهمه لازم تكونوا فاهمينها. هلا بنبلش في الاشياء اللي بدهم شغل اكثر شويه فبدي تنتبهوا منيح. في حد حكى على الكيس نحلها؟ بدكم نحلها على الكيس ولا على الاف؟ نعيدها على الكيس ولا على الاف؟ نور كانت غلطتك في الكيس، هلا بحل لكم الكيس. تمام. ممتاز. طيب هلا شكله مش راح حدا يخربش على الشاشه، مفروض نسوينا ديسيبل. طيب اذا مش فاهمين اخر نقطه حكيتها، حكيت انه لو حكى لكم السؤال انه اذا الرقم هاي العلامه طلعت مثلا بالغلط بدل ما حاطط حدا 95 حاطط 900 955 مثلا زائد 0 او زائد 5 فبصير الرقم العلامه مثلا 700 فرضا هيك. طب هاي مش علامه يعني، انت ممكن تحط لها اكسلنت في هذا الكود بحط لها اكسلنت لانه اكبر من 90 فبحط لها اكسلنت بس هو مش علامه اصلا. فاذا مثل نص هذا السؤال مش مطلوب منكم تهملوا هم هاي العلامه، لكن لو نص السؤال حكى لكم انه لو كانت العلامه انفاليد يعني لو كانت العلامه مش من 0 ل 99 اطبع انفاليد فوقتها اول اف ستيتمنت لازم تحطها اف ستيتمنت لحال تحكي اف g اكبر من 100 اور g اقل من صفر معناها برنت انفاليد. تمام كثير مهمه هاي تحطوها. بعدين الس اف ان الجريد اكبر من بتكمل هيك فلازم تحطوا في ستيتمنت في الاول عشان تتاكدوا اصلا العلامه من صفر ل 100. تمام اللي عنده شيء بيقدر عادي بيقدر يروح ويرد يرجع يعني بيروح عليك بس اكزامبل فمش مشكله كبيره. طيب هلا اكزامبل اخر او قبل الاكزامبل الاخر نشوفها بالكيس بس بدي اكتب لكم اياها كثير كثير سريعا. من بدي اعطيكم فكره انه الكيس عاده هاي كيس جريد جي ان او اوف كنا نحط شيء بعدين نقطتين نحط شيء كمان نقطتين وهيك. هلا هون لازم تحطوا رقم نور كانت تسال عن هاي الفكره، هاي لازم تحطوا رقم بتزبطش تحطوا اكبر من 90 بزبطش غلط يعني بزبطش مش هيك الكيس بتشتغلش هيك الكيس لازم تحطوا رقم واحد. فاما حد بيجي بحط 90.91 لحد 99 بتكون مثلا برنت اكسلنت بعدين بتحكوا مثلا 80.81 ل 89 تحطوا برنت فيري جود. تمام وهيك هاي اول طريقه بس هاي الطريقه شوي مش كثير مريحه يعني تخيل لو الارقام مش 10 ارقام لكل واحد 100 رقم لكل واحد تحطوا 100 وحده هيك. فلا بفرجيكم كيف في هاي السؤال تختصروا ال 10 ارقام تحطوا رقم واحد هون مش 10 ارقام. اللي بيسال كم منا وقت بجوز لل 9 تنخلص على ربع هيك بجوز ساعه يعني تقريبا ساعه
المفروض نخلص كمان ربع ساعة بس عشانكم بدي أمدها على أساس أفرجيكم كل الإكزامبلز اللي بدها شغل يعني. في حد بيحكي الـ 94.5؟ الـ 94.5 عادي يعني. أوكي. هلأ العلامات مثلاً زي ريتاج كيف إن العلامات تنزل مش انصاص، فبتنزل علامات عادية. هلأ لو طلب مني كمان مع أعشار، لو هو طلب مع أعشار وقتها لا الدنيا بتختلف، بتصير الكيس كلها بتزبطش بهاي الطريقة تماما، بتزبطش الـ FLS. بس هلأ بدي أعطيكم فكرة كيف ممكن تختصروا هاي، وحتى لو كان في أعشار كيف تختصروه. طيب بجوز ما أعرفش، ما توقعش تخطر لكم مباشرة، لكن كثير مهمة تكونوا فاهمينها، مش بس على الإكزامبل، طريقة التفكير إن كيف بدي أختصر 10 أرقام برقم مهمة. طيب هلأ هون تخيلوا الرقم كله من 90 إلى 99 هي إكسلنت، تمام؟ من 80 إلى 89 هي very good، تمام؟ وهيك. هلا كيف بدكم تختصروا هذا الرينج برقم؟ فعليا تخيلوا هيك، لو حطيتوا جي تقسيم 10 فكل الرينج، واخذتوا طبعا الانتجر يعني انتجر هذا الرقم، فكل الرينج من 90 ل 99 شو بتحول؟ ل 9. وكل الرينج من 80 ل 89 بتحول ل 8. كل الرينج اللي في السبعينات بتحول ل 7 وهيك. فبالتالي فعليا اختصرت كل رينج لرقم، فبالتالي هون بنحط بدل جي بنحط جي تقسيم 10، وبنحطها اذا 9 اطبع اكسلنت، اذا 8 اطبع هيك، اذا 7 اطبع هيك، اطبع فيري جود وهيك، واخر شيء بنحط ديفولت اطبع فيل. طبعا اخر اللي قبلها بيكون اوكي، تمام؟ اذا 6 اوكي وهي جود. فبالتالي هاي الفكرة انه مرات بختصر الارقام بحيث اني مثلا اقسم 10 او اسوي اي شيء ثاني، تمام؟ في حد ما فهمش هاي الفكرة؟ ما فهمتوش؟ طيب بس يا جماعة اللي بدي يعلق اشي او يمزح او اشي يعني استخدم البرايفت، بلاش تشتتون يعني تشتتون او تشتتوه عادي، يمزحوا بس على مش على البابليك. طيب بدي اعيد كمان الفكره كمان مره عشان بس ركزوا معي الكل عشان ما حد يروح علي شيء. الفكره كانت انه بزبطش هون احط رينج، يعني بزبطش احط من 90 ل 99 كرينج، بقدر احطهم فاليو 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 من 90 ل 99 10 ارقام يعني. فكانت الفكره انه كيف بدي اختصر هاي ال 10 ارقام برقم. فكان الاشي انه قسمت الرقم العلامه جي هاي، قسمتها على 10، فكل العلامات تاعت الاكسلنت اللي من 90 ل 99 شو بتصير؟ بتتحول لرقم 9، صح؟ لانه 90 على 10 تساوي 9، 91 على 10 بتساوي 9 وهيك. فلحد 99 على 10 تساوي 9 كمان. فبالتالي حولت كل الرينج تاع 90ات لرقم 9، فبحطهم بس رقم 9 بيطلع اكسلنت. طب رينج الثمانينات برضه نفس الشيء، من 80 ل 89 لما تقسموه 10 بتصير الناتج 8. الريمايندر اللي بيختلف بس انا بديش الريمايندر اللي بيختلف بس انا بديش الريمايندر، تمام؟ انا بدي الناتج. فبالتالي بنحط في الكيس جي تقسيم 10، مش جي نفسها، جي تقسيم 10 اللي هي بتصير تمثل ال 9 وال 8 وال 7 وال 6 وهيك، تمام؟ التقريب ملناش فيه لانه هو ما بقرب، هو باخذ الانتجر يعني بس باخذ، شايفين لو 9.01 ولا 9.99 هو بالنسبه للانتجر العدد الصحيح من هذا الرقم هو 9 بغض النظر عن الباقي. في السي راح تشوفوا هذا الشيء، دير بالكم في السي هيك باخذ بس العدد الصحيح ما بكرر. طبعا الا ال100، اذا بعرفش ال100 هي مثلا في الجامعه ما بتعتمد انها اكسلنت، هي مش علامه اصلا، لكن لو بدكم تحطوا ال100 بتصير تحطوا هيك 10.9، لو 9 و10 اطبع اكسل. كيف تكتبها هي؟ بس بتحط جي تقسيم 10 وهون بتحط الكيسز 10 9 هيك 8 7، كل واحده بس تحط جمله طباعه وتحط طبعا بعدها اكسل لعلامتك معنا، تمام؟ لو بدكم ترتبوها بس تحطوا كيس، طبعا بعد ما تقراوا العلامه كيس
جي على 10 اوف تحطه هون 9 تحطه برنت اكسلنت اكزت 8 نقطتين برنت فيري جود اكزت 7 نقطتين برنت جود اكزت و6 نقطتين برنت اوكي اكزت وديفولت يعني اذا مش ولا واحدة فيهم برنت فيل ديفولت زي إلس. طبعا اذا اذا بدكم تساوي عمليه قبل الكيس يعني مثلا تحطوا اكس بتساوي جي تقسيم 10 او تيك ذا انتجر بارت اوف جي ديفايدد باي 10 وبعدين تحطوا هون اكس بزبط برضو صح 100% بجوز اوضح حتى يعني تمام. هاي بجوز يعني مش الكل يتعامل مع الكيس ستيتمنت بس على الاقل بتكون شفتوها. هاي راح كثير تفيدكم في السي على فكره لما تاخذوا الكيس الناس اللي اخذتها بتكون فهمت مبدا الكيس فما عليها لا تعرف كيف بينكتب في السي كثير قريب على هذه الطريقه على فكره. فمناش نتعمق كثير في الكيس بقدر ما نكون فاهمين الكونسبت بشكل عام. مش مشكله بعطيكم الاكزامبلز ما تقلقوش انا عم بحفظ فيهم في سلايد يعني في عم باخذ صور عنهم عشان في الاخر انزلهم مره واحده. ليه فرجيتكم كيف تكتبوها انه اكس مثلا زي هيك في حد اقترح انه نحطها في فاريبل نحط اكس بتساوي انت ذا انتجر بارت اوف جي ديفايدد باي 10 بعدين بنحط كيس كيس لاكس اوف اذا 9 بنحط برنت اكسلنت بنحط اكزيت اذا 8 بنحط برنت فيري جود يعني هون بس برنت فيري جود بنحط بعدين اكزيت اذا 7 نقطتين برنت جود واكزيت واذا 6 اوكي واذا ديفولت فيل تمام. فطريقتها بجوز شوي غريبة خاصة إذا ما سمعتوش عنها من قبل بس الفكرة في كل هذا السؤال إنكم كيف تحولوا الرينج لون فاليو بس. فوق بتحطوا جي على 10 لأنه الكيس اللي بدي أعملها الشروط اللي بدي أعملها مش على جي على جي مقسومة على 10. كيف نحط إيش هاي هي دبل كوتيشن هاي يعني string. لا لا منرجعش نكتبها طبعا كل مرة معك يعني بتكتبيها بس في جوا الكيس نفس الاشي حتى لو كانت جي لحالها بتكتبهاش تحت تكتبها بس مرة. لا جي منحطهاش بين اكواس ديروا بالكم يعني يوم نحط كيس كيس جي مش جي هيك مش هيك جي لحالها لانها متغير مش string مش حرف هي متغير تمام. طيب هلا بتبلش الامور الناس اللي كانت تسال عن الاشياء اللي بده شوي تفكير وهيك هلا ممكن نقدر نبلش. بالضبط كيس جي اوف بالضبط عيسى. تمام اذا فيش حد عنده استفسار نقدر نروح لاشي كمان ثاني. هي طالت شوي السيشن بس بتوقع انها بتوصل الافكار هيك احسن يعني خاصة انه بجوز المعظم مرة على الالجوريثم فبديش احط كمان لقاء عشان كم من سؤال يظلوا تضيعوا. الا اذا الكل بفضل بتفضلوا الكل الاسئلة اللي ظلت نعملها سيشن لحال بكرة مثلا او بعد بكرة لو في مكان نعمل تصويت كان بعمل بس هلا احسن. بس إذا مشكلتك مع الكيس انساها مبدئيا تقدر تحل على الاف إلس وانسى الكيس تماما خاصة انه في كثير ناس ما يشرحش خلاص تمام. هلا في الاخر اماني نقدر نحل شيء زي المضروب ما تقلقوش وانا بحكي صرنا فاتحين اسهل يعني بس خفت تكونوا في ناس تحكي بكره في ناس تحكي هلا. تمام خلاص هلا بنكمل ولو في حد ما قدرش يكمل بقدر يشوف الفيديو ما تقلقوش برفع لكم اياه. طيب هلا اخر شيء بدنا نحكي عن الفور لوب والوايل لوب بس يعني ما ضلش الا تو توبكس مش صغار يعني هم بدهم تفكير شوي لكن هم اللي ضلوا تمام فيش غيره. فاول وحده بتحكي عن الفور لوب. في حد ما اخذ ما سمع في الفور لوب من قبل يحكي لي
لأنه بفترة ما كانواش يركزوا عليها، لكنها كثير مهمة الفولو. بتوقع ما في حد ما خدهاش من قبل. ما سمعتوش فيها باسل وريان؟ ما سمعتوش من مرة في الفولو من قبل؟ أوف. بالضبط. اللي هي في كل التخصصات لازم تبين يعني، وراح تاخذوها بالسي لاحقا بعد شهر، راح تاخذوها بالتفصيل. ايه ما انا كنت اسالهم بس عن فور لوب، انهم سمعوا فيها من قبل او لا. تمام. الفور لوب زي الوايل، اذا انتم سمعتوا اكيد الجميع سمع في الوايل. الفور لوب زي الوايل، وكل فور لوب، هاي الفكره، كل فور لوب يمكن استبدالها بوايل لوب. لكن اذا بتشوفوا في البرمجه لقدام شويه بتبين معكم انه الفور لوب في حالات معينه بتكون احسن من الوايل لوب او اسهل بكثير، ما فيش داعي نروح على الوايل لوب. تمام. فعشان هيك في لها استخدام، لكن اذا حدا ما اخذهاش ومش حابب يشوفها، مع اني بفضل تشوفوها يعني، لكن لو حد ما بفضل بيقدر بس يتعلق، بس يعني يشوف الاكزامبل ويحاول يحله في الوايل لوب، هو تغيير الفور والوايل بس سطر مش اكثر يعني. تمام. طيب فكيف نكتب الفور لوب؟ فور شوي بس، فور اكس مثلا، متغير طبعا، هذا متغير from مثلا 1 to n مثلا. تمام. ممكن في ناس تكتبها بطريقة شوية مختلفة، ما فيش مشكلة. تمام. بتحطه في الآخر end for، تحطه أسطر. تمام. في ناس بتحكي هيك for x equal 1 to n، نفس الفكرة. تمام. طيب شو استخدام الفور لوب؟ وهذا الاشي راح تلاحظوا انه ما استخدمنا شيء ولا مثال سابق ولا واحد. انه تخيلوا مثلا زي ما حدا قبل حكى، مثلا بدي الف على طلاب الصف مثلا عددهم 30 طالب، بدي الف عليهم مثلا واقرا علاماتهم واحسب الافرج، او احسب اعلى علامه او اقل علامه. طب كيف ممكن نسويها بكل شيء اخذناه من قبل؟ هل بتزبط الاف؟ هل تزبط الكيس؟ هل تزبط المعادلات الرياضيه؟ راح تكتشفوا انها مش راح تزبط، لانه فعليا احنا تعلمنا كيف نساوي اي عمليه لطالب واحد مش لمجموعة طلاب، مثلا لو كان الاكزامبل طلاب، او لرقم واحد مش مجموعة ارقام. بس اذا بدي شيء يلف يعني ينفذ الكود 10 مرات او 20 مره او 30 مره، وقتها بلزمني شيء اسمه لوب، سواء الفور او الوايل. تمام. فهاي خلينا ناخذ اكزامبل نشوف كيف. لو حطينا مثلا هان برنت هيك، لو بعدين حطيت n مثلا من 1 ل 10. تمام. فشو راح يصير؟ شو الناتج راح يكون؟ يعني لو بدي اشوف شو اللي انطبع، شو حد بيعرف شو ممكن يكون هون؟ حد بيقترح انه لو حطيت هيك البرنامج for x from 1 to 10 print c in 4 لحالها هيك، شو معناها هاي؟ إذا حد متوقع شو ممكن يطلع الـ output يحكي لي. تمام، ممتاز. فطارق حكى لنا إنه بتطبع الـ C 10 مرات، يعني هيك بتطبع C C C C 10 مرات. ليش؟ لأنه الفور لوب هاي بيحكي لي from 1 to 10 نفذ هذا الكود، يعني بيجي اكس هاي بتنفذ، بتكون اكس واحد. تمام. بنفذ كل الكود، بيمشي من هون لحد الاند فور كاملة، لحد ما يوصل الاند فور. بعدين طبعا هاي نقطة البداية، بعدين او هاي اول مرة فبطبع مرة سي، هاي سي. بعدين اوتوماتيكلي يعني هيك بشكل تلقائي من هيك بناية الفور لوب بتروح بتزيد اكس، خليها اثنين، بتزيدها بمقدار واحد. فبالتالي شو بتصير هاي؟ x بتساوي 2، برد برجع من بداية اللوب من أول سطر لآخر سطر بنفذ الكود، وهي x بتساوي 2، وبالتالي بتطبع c كمان مرة في طريقه،
وبعدين بعد ما يوصل إند فور مش بيكمل، لا مش زي الإف ستيتمنت، برد بيرجع برد بيرجع بزيد إكس واحد بتصير ثلاث، برد بنفذ كمان الكود نفس مرة كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة على حد ما تصير إكس عشرة. تمام، الإكس عشرة بنفذ الكود، بعدين خلاص بتصير إكس 11. تمام، بس ينفذ الكود هون بتاعت العشرة بده يرجع بحط إكس 11، فبقول هل 11 بين الواحد والعشرة؟ لا، فبالتالي خلاص بيكمل الكود من بعد الفور. تمام، فهي كثير مهمة هاي فكرتها. دخلتي رقم 30 انتوا يعني قصدكم لو لا هي الفكره هون، اذا قصدك محل ان يعني حطيتي 30 هون ولا وين؟ لا هي قصدها انه اذا مثلا كان الشرط من 1 ل 10 ودخلت 30، بس وين دخلت 30؟ الشرط اصلا بدخلش على اللوب، بس قصده هو من 1 ل 10 فوين ال 30 بدك تدخلها؟ هاي اكس مش انبوت. هي قصدها هي فكرت انه يعني احنا بدنا ندخل 30 وهو محطوط من 1 ل 10. لا بس هو هون عندي فيش انبوت، فبالتالي صح فاهم عليك، بس انه هون فيش انبوت. في ناس حتى بتحط الفور هيك، بتحط فور اي بتساوي 1 2 10، فهاي هاي مش انبوت من اليوزر، هاي متغير عشان يقول لي شو رقم اللفه الحاليه، بس مش انبوت من اليوزر يعني. تمام، اما لو هاي مثلا كانت من 1 ل 0، هاي ان كانت 0 from 1 to 0 معناها بنفذش هذا الكود ولا مرة. تمام؟ اوكي مش فاهمين. طيب هلا بفرجكم اياها. بدي احذف السلايد. طيب هيك بدي احطكم. 2 2 print i print i. تمام، طيب هذا الكود شو بيساوي؟ بدي احاول اشوف شو الاوتبوت تاعه. في عندي متغير اسمه اي، هاي ايكوال 0 هاي القيمه البدائيه وهاي اخر قيمه ممكن يوصلها، يعني بده يمشي من 0 لحد 2، طبعا متضمنه 0 متضمنه 2، فاي بلشت 0. تمام، بنهايه طبعا هاي اند فور، بنهاية أول ما يوصل كل مرة بوصل إند فور بضيف على آي واحد، هو أوتوماتيكلي مش أنتوا بتحطوا في الكود، هو أوتوماتيكلي هيك الفور مبني. فأول إشي كان صفر فراح مشى سطر سطر. إذا حد بده يحكي، في حد يحكي إشي؟ لأنه في حد رايز هاند. تمام، بس خلينا نكمل الفكرة ونشوف. فبروح بنفذ كل اللي بين الفور والإند فور، فبالتالي لقى بس جملة واحدة اسمها برنت آي، فشو بطبع هون؟ بطبع صفر لأنه آي صفر، اي بتحمل الرقم اللي بين هاي وهاي كل مره بتزيد. فاول ما يوصل اند 4 هون بزيد اي بخليها 1، وبرد بيرجع ستيب اللي بعدها برد بيرجع على الفور بيحكي هل الواحد هاي القيمه اي بين 0 وبين 2؟ الجواب فبالتالي بده يرد يمشي من عند بدايه 4 لحد اند 4، ففي طريقه وهو ماشي لقى برنت اي فاي قيمتها 1 فبرد بيطبع 1. اول ما يوصل اند 4 اوتوماتيكلي بده يزيد 1، فبالتالي هون في مشكلة معينة. أنا في أكثر من واحد بيعمل رايز هاند، اكتبوا لي على الشات إنه فيش مشاكل لأنه حاسس إنه في مشكلة. دائما بيزيد 1 بالضبط، دائما increment by 1. فيش مشاكل تمام، بس مش عارف ليش، لأنه في أكثر أو ثلاث أو أربع مرة واحدة حطوا رايز هاند. تمام، هلا كل مره زاد 1، هاي المره هاي هلا هو تي اي 1 مشى 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 وصل عند اند 4، فاول ما يوصل عند 4 متفقين انه بزيدها 1 فبتصير 2، بعدين بس يزيدها 1 برد بيرجع على الفور بدايه الفور من جديد. هل 2 بين 0 و2؟ هو تي بين 0 و2، فبهاي الحاله بروح بده يرد ينفذ لحد ما يوصل عند 4، ففي طريقه بلاقوا برنت اي، فبرنت اي هي 2 فبطبع 2. لما يوصل اند 4 عرفنا انه int 4 وكانها معناها increment لاي للمتغير اللي هون، فعملت increment لاي صار 3. هل الثلاث بين 0 و2 بسال؟ لا، فبالتالي خلص بنفذش كمان مره، بروح بنفذ الكود من هون وبكمل، فبالتالي الناتج هو 0 1 2، وكان نفذت البرنامج ثلاث مرات.
تمام تلقائيا بالضبط. يعني الانكريمنت هاي زياده الاي تلقائيه في الفور، في الوايل ما كانتش تلقائيه اذا تتذكر، شفتوا الوايل اكثر بجوز. تمام نفس الوايل، بس عارفين شو الفرق الوحيد مع الوايل؟ انه الفور لازم البدايه والنهايه تكون معلومه، يعني 20 طالب ان ستودنت الرقم ان هذا رقم معلوم. يعني لو مثلا سالنا اليوزر يدخل رقم كم طالب في الصف، ممكن نستخدم الفور لانه فور اي بتساوي 1 تو ان من اول طالب للطالب رقم ان عادي. بس وين تمام تستخدم الفور؟ لما بعرفش كم بدي لفه لحد ما اوصل الناتج. هلا بعطيكم اكزامبل بتشوفوه، بيجينا اكزامبل في الطريق اكيد، فوقتها بتضطروا تستخدموا الوايل. اذا في ناس بتحب الوايل اكثر فالفور هي نفسها، شوفوا اذا بدي احول هاي الفور وايل هي نفسها، فوق اي بتساوي 0 وبعدين بتحطوا وايل انه اي اقل او تساوي 2 طبعا بدون هاي مش مشكله. وفي عند اند وايل هاي بشرح الوايل مباشره معها. فبعدين في نهايه الوايل اذا بدي احول هاي الفور لوايل بحط انكريمنت اي بس، وهون طبعا برنت اي. فهاي هي نفسها هاي، بس شوف الفور لوب شو بتختصر. هذا اخر موضوع. الفور لوب بتختصر انه فيش داعي نحطها هيك جمله منفصله اي بتساوي 0 او ست اي بتساوي 0 يعني. فيش داعي نحط هذا الشرط لانه حاطط فروم تو، ففيش داعي نحط هذا الشرط، وفيش داعي نحط الانكريمنت. ففي ثلاث شغلات هي بتريحنا من هذا الفور لوب، لكن عادي يعني بجوز لو تعودتوا على الفور لوب عاد تستخدموا الفور لوب. انا عملت انكريمنت هون لانه السؤال بده انكريمنت، السؤال بده يطبع الارقام من صفر لاثنين، فكيف بدك تطبع الرقم اللي بعد لازم تزيد الاي، تزيد الكاونتر. يعني هاي اي بمثابه كاونتر، انا سميتها اي تقدر تسميها كاونتر، فهي حي الله متغير يعني. لو حد بده يسال يسال. هلا في الاكزامبلز بتبين ستيب كيف تستخدموها، يعني ستيب اي هيك. في البرمجة في ما في شيء اسمه step. increment معناها i بتساوي i زائد 1، decrement معناها i بتساوي i minus 1. احفظوهم هدول increment decrement، كثير مهمة decrement. هاي i بتساوي i minus 1. بالفور فيش step، لا ما في داعي أصلا لكلمة step لأنه كل شيء بنعمل automatically. step هذا اللي بتحكوا عنه بنعمل automatically. هيك تفصيل الفور رح تاخذوه على فكره بالسي، الوايل لوب والفور لوب رح تاخذوهم نفسهم بالسي. فاذا بتفهموهم هون فعليا انتم كورس السي بالنسبه لكم طريقه كتابتها في السي مش اكثر. لا هلا انا الكاونتر مالش خاص، الكاونتر تقدروا تستبدلوا المتغير اللي اسمه اي بمتغير اسمه كاونتر، مجرد اسم يعني كلمه كاونتر او كلمه اي مجرد اسم ملوش خاص بالمره. بس انكريمنت مهمه في هاي الحاله اذا بدي اطبع الارقام من 0 ل 2 مثلا، فاذا ما سويتش انكريمنت للمتغير اللي بيحمل الرقم فراح اضلني اطبع 0 0 0 0، لازم كل مره اعمل له انكريمنت في الوايل خاصه. اذا بدكم نركز على الوايل بنركز على الوايل، ننسى شوي الفور. بالضبط ست كاونتر تو 0 او ست اي تو 0 هي نفس هاي الجملة i بتساوي 0 أو set i to 0. أنا بس بطلت أكتب في الكلمات هلا لأنه صار مش سهل إن نضلنا نكتب كلمات. الوايل نعيدها كمان مرة، الوايل بس لأنه ما شرحناش الوايل بشكل منفصل، إحنا شرحناها علاقتها بالفور. بس الوايل هون الوايل فيها شرط وبس هيك الوايل. إذا تحقق هذا الشرط بتنفذ من بداية الوايل لحد الإند وايل، وبترد ترجع تفحص الشرط كمان مرة. إذا تحقق الشرط بترد تنفذ من بداية الوايل لبداية الإند وايل، وبترد تفحص الشرط كمان مرة. أول ما الشرط يبطل متحقق تطلع بعد الإند وايل. إذا بدكم نركز على الوايل نركزش على الفور يعني، بس عرفتوا فكرة الفور مش أكثر. هلا بنحط مثال.
خلاص مش مشكلة، بنركز على الوايل مش مشكلة، تمام بنحل على الوايل ما فيش مشكلة، بس زي ما فرجيتكم الوايل والفور نفس بعض يعني، أو بتقدر تستبدل الفور بوايل فمش مشكلة. تمام خلينا نأخذ مثال ممكن توضح الأمور أكثر من خلاله. احنا طولنا بس يعني ممكن مفيدة هاي السيشن. للحد اللي بيسأل عن الفور، الفور هي بتلف لي عدد مرات أنا بعرفه، يعني هون مثلا من صفر لاثنين فبتنفذ الكود اللي بين الفور والإند فور بمقدار ثلاث مرات اللي هي عند صفر عند واحد عند اثنين. خلاص شو رأيكم نركز على الوايل وخلاص، لأنه بديش لأنه في ناس مش شارحين الفور بديش يتخربشوا. الفور بتزيد الكاونتر أو الآي أوتوماتيكلي. إذا بدكم منحل المثال الجاي على الطريقتين، على الفور وعلى الوايل، وبعدين منركز على الوايل. No problem. إذا بدكم نحلو على الطريقتين حكولي، إذا بدكم نحلو بس على الوايل حكولي عادي مش عندي مشكلة. بس طبعا هلا هلا راح يصير رموز مش حكي، يعني مش راح نحكي ask the user واو. إيه بدكم نحل على الطريقتين ابعثوا لي، اذا بدكم على الطريقتين، اذا بدكم على طريقه برضو احكوا لي على طريقه وخلص اساس نختصر الوقت. طيب يا جماعه هاي السؤال بحكي لي تمام، بحكي لي هلا بنشوف على الوايل وبعدين ممكن نشوف الفكره في الفور بسرعه. بحكي لي write an algorithm that display all even numbers، خلينا نحط الاشياء المهمه even numbers from 1 to n where n entered by user. تمام يعني بيجي اليوزر بحط رقم، مثلا حط رقم 6 فبيحط لكل الارقام الايفن الزوجيه بين الصفر بين الواحد والسته. تمام فهيك يعني مثلا حط اليوزر 8 فبكل مثلا الاعداد الزوجيه بين 1 8 هي 2 4 6 8 هيك لازم يطبع. تمام فبدكم تاخذوا كويكتين تفكروا او خمس دقائق تفكروا مزبوط. في حد يسأل؟ سألوني قبل ما نحل. أنا بلشت أحس الإشي شوي مرهق، فإذا بدكم نحط بكرة أنا فيش عندي مشكلة، بحاول أشوف وقتي بكرة. لأن تعبنا بجوز، بلشت أحس حالي أنا كمان بتعب. تمام. طب اسمعوا معناها خلص، خلينا نوقف هون. نحكي إنه في بكرة سيشن عن على الفور وعلى الوايل لوب، وبالذات على الوايل، يعني بحل لكم مرة على الفور والمرات اللي بعدها بس هاي مرة، وكل المرات الثانية بتركز على الوايل لوب وكيف نستخدم الوايل لوب في الحل. تمام على اساس تفهموها منيح، لانه عادة صراحة أسئلة الامتحانات بتركز على الوايل لوب ما بتركز على الاف ستيتمنت، يعني بتركز بالذات على الوايل لوب. في تسجيل المحاضرة بس يعني بده الواحد يكون رايق يحضرها. الله يعافيكم يا رب. هلا شو رايكم اخليكم تفكروا في السؤال لبكره؟ احسن فكر فيه وحله بكره. خلاص تمام، معناها بخليكم تفكروا فيه لبكره، وبكره الاسئله يعني بكره بس لازم تيجوا مراجعين كل شيء حكيناه عشان ما نرجعش.
نعيد إشي يعني الإف ستيتمنت خاصة الإف ستيتمنت والأساسيات تاعت الوايل لوب وبس يعني بيلزمني إف ستيتمنت بيلزمني وايل لوب والأساسيات طبعا كيف أقرأ وقت وأطبع يعني مش أكثر وبكرة منخصصه بس لموضوع الوايل لوب يعني هي الإشي الكبير هي بس أسئلة بدها تفكير فبدي تيجوا بجوز ساعة بعرفش إذا بردوا بعطونا نفس الخدمة أو لا بس إذا بعطونا خدمة نمد فمنمد ساعة لساعة وربع هيك منحل ثلاث لأربع أسئلة هذا أول سؤال راح يكون لكن الأسئلة الثانية راح تكون فيها أصعب شوي prime numbers factorial مضروب المضروب يعني أي إشي ثاني بتحسوا من الفورمات عاد أعطوني يعني بعتوا لي اليوم على الجروب ومنحلهم هلا اللي بدي أسأل عن المادة بشكل عام تقدروا نخليها اليوم ولا بكرة برضو السؤال عن المادة بشكل عام بدون حل بدون شيء بس هيك دردشة خلاص تمام ماشي بكرة 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 أحسن بس أني ساعة بكرة أنتوا عندكم أشياء على الستة سجى أنا الفورمات مش عندي يعني مش أنا اللي بكتب فورمات بس إذا بلاقي إشي أسئلة من كانت معي من قبل عادي بنزلكم إشي بس أنا بحب إشي نناقشه مش بس حل لأنه الحل لحاله مش راح يفيدكم خلاص ممتاز معناها هلا بحجز على الستة وببعث لكم confirmation بنكون رايقين لأنه صراحة الأسئلة الثلاث أربع أسئلة اللي ظلت اللي بدها رواكم بدهاش حد تعب يعني أنا تعبت شخصيا خلاص إن شاء الله بكرة مسجلة كمان إذا حدا بعت لي سؤال هلا بدي خلي الجروب بنشر بوست أي حدا عنده سؤال معين حاس إنه بده شغل يحط لنا إياه بنحاول نخليه ضمن الخمس أسئلة نحلهم بكرة بس بكرة مش راح يكون حل يعني أجي أحط سؤال وحله قدر ما أحط سؤال نفكر فيه مع بعض حد يكتب فكرة معينة حاس إنها صح وبعدين نحلها يعني شوي تتغلبوا بعدين بتلاقوا الحل فبظل الحل في ذهنكم لا خلص أنا خلصت يعني هلا دقيقتين نكون طلعنا فبس هيك يعني بتوقع يعني إن شاء الله تكون وصلت الأفكار العامة منيح لحد الوايل لوب يعني اعتبروا الوايل لوب بس شفتوا الفكرة تاعتها وبس والأشياء الثانية بكرة راح تجيكم ما تقلقوش يعني المحاضرة المسجلة بدي ارفعها بس مش عارف ليش راح تأخذ لأنها أخذنا ساعتين وشوي بنفس الاي دي راح تكون بنفس الاي دي بس ببعث لكم كونفيرميشن عفوا يا جماعه وان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني انا اعطيتكم الاشياء اللي حسيتها هيك من خبرتي لانه انا طالب قبل 5 سنين لليوم انا بشرح للناس تقريبا هاي الاشياء فتقريبا حاسس شو الاشياء اللي بتكون فيها عندها مشكله في الطلاب الله يسعدكم يا رب فانا بدي انشر بوست اذا عندكم اي سؤال اي اقتراح اي شيء لبكره حطوا لي نأخذ أخرى ساعة أو ساعتين بس تكونوا هيك رايقين وزي بداية هاي الليكتشر يعني زي لحد الآن كنتوا كتير متفاعلين فهذا الإشي ممتاز وجيبوا قلم وورقة ونصير نحل مع بعض إن شاء الله يسلموا كتير على الكلمات الحلوة وإن شاء الله منلتقي بكرة اسم الجروب دلوا بعض عليه يعني اللي هو باسم أكاديمي احنا نشتغل فيها يعني بكرة كمان بحكي لكم إذا بدكم عن الأكاديمي يعني. فيعطيكم العافية ونشوفكم بكرة بإذن الله تسكر السيشن الله يعافيكم يا رب إذا حد عنده أي شيء بقدر أنا بدي أنشر بنشور بقدر أحط فيه اللي بدي إياه يعطيكم ألف عافية يا جماعة